مساء الخير. ربما تكون الابتسامة من أسهل الأفعال الإنسانية ومن أكثر تأثيراً بالناس. هي غير مكلفة لكن مردودة، ممكن إنه يتخطى المعقول والاعتيادي. الابتسامة مش بس بتلغي المسافات والحدود الكبيرة، إنما بتأسس لعلاقات إنسانية عميقة. بابتسامة كبيرة بقول مساء الخير لكل اللي عم بتابعونا بهاللحظات، ولمروان كمان تحديدا مساء الخير. مساء الخير يا رغدة. وين الابتسامة؟ ايه الابتسامة الحلوة دي؟ مش كده؟ خليني اقول لك ان يعني يا رب دايما الناس تكون مبتسمة على طول وتكون متفائلة على طول. وخليني في الاول افكر الناس تاني بكل اللينكس بتاعتنا. يا جماعة اللينكس بتاعتنا سهلة قوي، هي كلام في سرك على كل وسائل التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الانستجرام، تقدروا تلاقونا بكل سهولة. واللي عايز يعمل سيرش على حلقاتنا كلها موجودة على اليوتيوب على الحياة تي في نتورك من ساعة ما ابتدينا لغاية النهاردة. وخليني أقول لك كده في الأول كام مسج مثلا من الناس بعتنهم لنا على الفيسبوك. يعني في محمود بيقول أنا بحب البرنامج قوي وبحب قناة الحياة جدا، برنامجكم ده صح الصح والله، ربنا يوفقكم دايما. شكرا لك يا محمود. وفي رودي وائل بتقول برنامج رائع، ممكن أتشارك معاكم؟ اتفضل يا رودي، بعتلنا أي مشكلة أو أي حاجة موضوع حابة أن أنت تتكلمي معنا فيه. وفي واحده هي كاتبه بطوط، فانا مش عارف اسمها ايه، بس هي كاتبه بتقول اتمنى قراءه الرساله، انا بحب رغده جدا ونفسي تعملوا حلقه عن الابناء في سن المراهقه وتكونوا متحيزين شويه للابناء عشان اللي بيتعمل فينا ده حرام والله. لعيونك يا بطوط. بطوط بطوط، هي كاتبه بطوط لعيونك. وفي محمد جمال جوده بيقول شكرا على فكره البرنامج، بيقدم حاجات بنستفيد بيها جدا وبتفيد الناس، وبتمنى كل شويه تقدم لنا افكار جديده. ده اللي احنا بنحاول فيه يا محمد، وبعت لنا لو عايزنا نتكلم في موضوع معين. وفي حد خالد بيقول انا متابع برنامجكم وبرنامجكم الصراحه 10 على 10. شكرا ليك يا خالد. وفي حد مش كاتب اسمه وكاتب مثلا كاتبها مثلا 10 مرات ورا بعض، بجد البرنامج حلو قوي بستفيد منه كتير، كاتبها مثلا 10 مرات ورا بعض. حتى اوعى ما جرب تقراها، ابعت لنا اسمك بقى. 15 مره. وفي يارا عادل، يارا بتقول انا مستنيكوا تقروا المسج بتاعتي بقالي كتير ما قرتوهاش ليه، بتقول انا مش من اشد المعجبين ببرنامج برغده شلهوب ومروان، وبحب البرنامج قوي وبحب برنامج كلام في سرك جدا. شكرا يا يارا، اديني قريت المسج يا يارا عشان ما تزعليش. ففي ناس كتير قوي بعتين، خليني اقول مثلا اخر حاجه مثلا في محمد اشرف بيقول حلقه النهارده جميله، ويا ريت تكون في حلقات توعيه للامراض المزمنه الاخرى عشان الشعب المصري ما عندوش ثقافه في موضوع العلاج المناسب. خلينا يا محمد لو عندك مرض مزمن معين كمان عايز ان احنا نتكلم فيه ابعت لنا وقول لنا. فكالعاده احنا كل افكارنا تقريبا جت منكم، ومواضيع كتير قوي من اللي انتم طلبتوا ان احنا نناقشها ناقشناها، فخليكم كده متواصلين معانا. والنهارده كالعاده اربع مواضيع مختلفه، هيا نبدا الحلقه. رح نبدا حلقتنا مروان بالمواضيع الطبيه، وتحديدا موضوع طبي يسبب الاحراج لمن يعاني منه، صحه الاظافر. هو الاعتناء بالاظافر مهم، وانت ازاي بتهتم بيهم؟ عشان احافظ على اظافري بستخدم وايبس وجل. ممكن بالنسبه للمرات يحطوا كريمات او ان هم حاجه زي مبرد او حاجه يستعملوها، او بالنسبه للولاد ان هم يستخدموا مثلا في زيوت معينه وفي حاجات كده. اظافري عاده يعني بحط لها مثلا كريم قبل ما انام، ممكن بعمل لها ليمون، جليسرين، الحاجات دي كلها مهمه قوي. اعتنا بالضوافر دي، المفترض ان احنا ما نطولهاش، بقص ضوافر باستمرار على طول، ان الصحه اهم شيء للانسان فينا، النظافه اهم شيء للانسان فينا. بهتم بيها بالغسيل كويس، بهتم بيها باكل خضار، طبعا الخضار طبعا كله فيتامين، فباكل برضو خضار كتير عشان طبعا الضوافر برضو محتاجه فيتامين، يعني اي حاجه فيها كالسيوم هي مفيده. الضوافر الايد والرجل لازم اهتم بيهم بنفس درجه الاهتمام، لان الرجل كمان ممكن تكون اسوأ، لان بيبقى فيها لابس كوتشي، لابس جزمه، الحاجات دي كلها بتلم ميكروبات اكتر. عشان بس يعني اغلب الوقت الايد هي اللي بتظهر يعني، فمش ما تهتمش بيهم اكتر، لا لازم الاثنين الاهتمام بيهم يكون واحد. الايد طبعا معرضه للميه كتير، فطبعا بتبقى الضعف بالنسبه لها اكتر من الرجل، يعني الرجل ما بتبقاش زي الايد، فبتبقى اضعف شويه. ضوافر الرجل على ما اعلم ان هي بتطلع اكتر من ضوافر الايد بالسرعه، تمام، بس هو الضوافر بتاع اليد هي اللي بتبقى متحكمه في المرض اكتر. ضوافر رجليكي يعني انا مثلا بالنسبه لي بفضل ان انا اقص ضوافر رجلي خالص، عشان وانا بلبس الجزم المقفوله ما تخربش الجزم من جوه او تضايقني وانا ماشيه.
طب وإيه المشكلة لو ما اهتمناش بضوافرنا؟ الأنيميا تأثر على الضوافر، ممكن الغذاء مش كامل يأثر على الضوافر. أي ميكروب بيبقى تحت الضفر، فلازم يبقى فيه اهتمام جامد بالنظافة وخصوصا من الصغر. في أمراض كتير بيسببها الاضطراب اللي بينتقل من ضوافرك للأكل. بشوف بعض ناس دايما يبقى ماسك الضوافر وحاططها كده في بقه وبتاع، فدي ممكن بتتسبب في أمراض كتيرة. اللي ممكن يقسي الضوافر إن أنا أسيبهم يطولوا، وإن أنا مع الاستخدامات اليومية أكل شرب إن أنا أمسك حاجات ممكن يتوسخوا، ده بعد كده ممكن يأثر على في الجلد، ممكن يبقى ليه يعني مضاعفات تانية. في ميكروب أساسا في الجسم بيأذي الضوافر ديت. اللي ممكن يأذي الضوافر زي ما قلت لك لزق الضوافر أو تركيب الضوافر نفسها، أو إن هي عدم العناية بيها، إن أنا أسيبها من غير ما أغسلها ومن غير ما أنضفها. الجسم البشري جزء واحد لا يتجزأ، والاهتمام بكل شيء فيه ضروري جدا. إذن لكل الأشخاص اللي عم بيعانوا من هالمشكلة بضيافتنا دكتور حامد عبدالله أستاذ الجلدية والتناسلية والعقم للحديث وإعطاء الحلول. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا فيك بضيافتنا. كمان بدي رحب برانيا عوني. رانيا كمان عندها وضع خاص رح تحكي عنه، ونجرب نلاقي الحل كمان مع دكتور حامد إذا الله راد. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك رانيا. دكتور، شو الإشارات اللي بيعطوها الأظافر كدليل على أنها ضعيفة وعندها مشكلة؟ هي الأظافر الطبيعية بتبقى لونها يميل إلى اللون الوردي شوية، وده معناه أن الدورة الدموية فيها سليمة، مش بتبقى بيضة بالكامل، ما فيهاش اصفرار، ما فيهاش تعرجات، ما فيهاش تشققات، دي كلها الضفر السليم. في كثير من الأمراض الداخلية هنتكلم عنها بالتفصيل ممكن تبان أول ما بتبان في الأظافر. هي إشارة. دي إشارة، يعني الأظافر منها نقدر نقرأ كثير من الأمراض الداخلية اللي ممكن تكون موجودة بتبان أول ما تبان في الأظافر. وفي كمان كثير من الأمراض الجلدية أصلاً، يعني بتكون مرض جلدي ومصحوبة بحاجة في الضوافر برضو. أشهرها الصدفية. مرآة، فينا نعتبر الأظافر مرآة لصحة الجسم. مرآة لصحة الجسم تمام، ومرتبطة بالشعر كمان. يبقى الأظافر مرتبطة بثلاث حاجات دي أهميتها: مرض داخلي هنتكلم عنه، أو مرض جلدي، أو مشكلة في الشعر. تساقط الشعر، لأن هي متكونة من مادة الكيراتين اللي هي نفس المادة اللي مكونة الشعر برضه. مشان هيك بس نجي ناخد مقويات من الصيدليات، بيكون المقوي ينفع للشعر وللأظافر للأظافر بيبقوا مع بعض عشان نفس الكومبينيشن أو المزيج. الجملة دي صح. صحيح. رانيا، شو مشكلتك؟ هم مش بيتولوا أوكي، وبيتشققوا بالعرض. خلينا نشوف ضفيرك هيك على الكاميرا. هلا بتاخدونا قد ايه صار لك هيك؟ لا، هم بقالهم كتير كده، بس عملت لهم كذا حل بس ما فيش فايدة. بيتشققوا وبعدين مش بيطولوا، يعني ما بيطولوش بالنسبة المفروضة أو المعقولة، وبعدين دايما يعني شكلهم مش كويس. طبعا ان هم بيتقشروا، بيقبعوا دغري، يعني بسهولة بينشالوا، بيتكسروا أو بيتقشروا. عارفة حضرتك من كتر الضعف فبيبقى ضعيف جدا فبيتقشر. انت كنت مركبه اظافر صناعيه لفتره؟ لا، هو انا مره زمان عملتها، بس عملت مشكله في ان هي غمقت اللون وعملت الضفر بقى خشن، فبطلتها. يعني عملتها مره بس يعني، وبعد كده حاولت اخليهم يعني من غير حاجه خالص عشان يبقوا احسن، لكن لا، اللون الغامق بتاعهم مش كويس ومتقشرين. طبعا انت عارفه حاجه مهمين قوي يعني. طبعا الاظافر اكيد. دكتور، حاله رانيا حالتك تكتار من الصبايا. تمام. انا سالتها قبل التسجيل، اتضح اول حاجه في النقط اللي كنا بنتكلم عنها ان هي ممكن تكون مرآة لمرض داخلي. هي بالنسبه لمدام رانيا عندها نقص بسيط في افراز الغده الدرقيه، ودي من الحاجات المهمه جدا اللي ممكن تؤدي الى ثلاث حاجات: تؤدي الى تساقط في الشعر، ولقيته عندها برضو، وإلى جفاف في الجلد، وإلى تشقق وضعف الأظافر دوت. يعني الثلاث حاجات دول مرتبطين ببعض، ممكن مع نقص إفراز الغدة الدرقية. حاجة تانية ممكن تعمل نفس الثلاثة دول مع بعض لو في عندها أنيميا، يعني لازم نعمل صورة دم. والأنيميا لازم عشان نشخصها معمليا، يعني ما ينفعش نشخصها إكلينيكيا بس، لازم يكون تحليل معملي. ما هي ملهاش علاقة بوزن الجسم ولا بالطول ولا بالبنية ولا حاجة. يعني ممكن واحد يبقى بنيته سليمة بس عنده أنيميا شديدة جدا،
واحد رفنع خالص كده والهيموجلوبين بتاعه سليم 100%. فلازم نعمل تحليل دم برضو عشان ممكن يعمل التلات حاجات اللي مدام رانيا بتحكي. هني التلات عوامل دكتور ضروري يكون دلالة لمرض صحي او مرض جسمي او لا؟ غالبا لازم نستبعد. احنا دايما التعامل السليم الطبي ان احنا بنبدأ الاول نستبعد الحاجات الداخلية. يعني بنعمل صورة بحاجات بسيطة، صورة دم عشان نستبعد الانيميا، تحليل الغدة الدرقية. مدام رانيا من المريضات المنتظمات جدا في التحليل وفي الرياضة، يعني يا ريت كل المريضات كده، كنت بقول لها قبل التسجيل كده، منتظمة في التحليل وفي النظام الغذائي وفي كل حاجة. ممكن كمان ساعات في مرض السكر كمان، خصوصا في أظافر القدمين بالذات بيبين. يعني لو لاحظنا ان التغير، دي نقطة برضو مهمة للمشاهدين والمشاهدات، لو أظافر الإيدين سليمة وأظافر القدمين هم اللي تعبانين، ده غالبا ممكن يكون بسبب مرض السكر. ليه؟ لأن مرض السكر بيحصل ضعف في الدورة الدموية، فالرجل هي الطرف الدم بيمشي فيها مسافة أبعد من الإيد، فالتغيرات اللي بتحصل في السكر تحصل في أظافر القدمين أكثر من أظافر الإيدين. فدي برضو دي تالت مرض داخلي ممكن لو شفنا الضوافر نفكر فيه. أوكي. أنيميا، اضطراب غدة درقية، مرض سكر، دي الحاجات الداخلية الأساسية. بس أكيد عنا تفاصيل أكتر عن أمر دكتور رح نتفصل فيهم. بس خليني هون بهالنقطة اللي ذكر، عملت أي تحليل أو أي فحوصات مؤخرا؟ الحقيقة دلوقتي الدكتور بيتكلم أنا عملت الهيموجلوبين. أيوه. طلع واطي. زي ما توقعت بالضبط. الحديد محتاجة دواء حديد يعني. بس لسه يعني بدأ فيه قريب. هلا يعني. بس كنت رايحة للدكتور عشان شعر. عشان شعري كان بيسقط. هي الشكوتين دول فعلا مينلي هما الحاجه اللي عندي قوي متشابكين مع بعض. بالظبط. دكتور اذا اخذت العلاج المناسب النتيجه بتتحسن بشكل كبير جدا دغري. جدا. والعكس بقى لو اعتمد، يعني في برضو فكره خاطئه بنحب نصلحها من خلال برنامج حضرتك الهام ده، ان معظم الناس متصوره ان العلاج الامراض الجلديه لازم تكون حاجات موضعيه. الامراض الجلديه يعني 98% من علاجاتها لازم علاج داخلي كمان. ده اللي الناس مش فاهمه، يعني نحط كريم او مرهة او دهانات، لا. يعني بالنسبه لحاله مدام رانيا كمثال اهو، هي محتاجه تاخد فعلا الالتروكسين للغده الدرقيه، وده الاسم الكيميائي بتاعه، وبتاخد مركبات حديد علشان الانيميا، اللي هم الحاجتين اللي ممكن يكونوا مؤثرين على الاظافر وعلى الشعر في نفس الوقت. وقالت لي برضو حضرتك قلت لي في جفاف في الجلد. كمان عندي هنا حتى مهما اي نوع كريم احسن نوع. ايوه ما لانه هو عم يحكي حتى كمان من خلال الحبوب الادويه الخاصه حتى تقدر تتعالج. قالت ملاحظه ذكيه، قالت مهما حطت كريمات ما بتتحسنش لان الحاجه داخليه اصلا. تعرف دكتور انت عم تحكي، عن فكر هلا يمكن ترند اذا بدك او موضه اكثر عند الصبايا تركيب الاظافر. ان كان الاكريليك او الضفير الاصطناعي لمده اسبوع او اللي بتضاين شهور، لدرجه ما بقى عم بتبين اذا في مشكله بالاظافر ايه او لا. صح، هذيك لمستي نقطه هامه جدا في الاتجاهين. اولا هي بتخفي اي مرض في الضافر. الحاجه الثانيه الاخطر انها بتؤدي الى لو في مرض اصلا مش بس بتخفيه، ممكن يزيد. بمعنى لو في بعض الناس بيبقى عندهم فطريات، اللي بنسميها كلمة فطريات باللغة العربية معناها باللغة الإنجليزية تينيا الأظافر أو فطريات الأظافر. أكتر حاجة تعملها الرطوبة، فلما بتحط ضافر فوق ضافرها وبيفضل مدة طويلة، المية تبتدي تتجمع بين الضافر الصناعي اللي هي ركبته وبين ضافرها الأصلي اللي هو فيه فطريات أو تينيا. الفطريات أو تينيا دي زي الزرع بالظبط، هي نوع من أنواع النباتات الأولية، فالميه تنعنشها جدا. فهي بتحطه فبتزود الفطريات، وفي نفس الوقت هي مش شايفه زي ما حضرتك تفضلت، ما عم بتشوف شو عم بيصير، مشاكل. وبتتفاقم المشكله يوم بعد يوم. طبعا تيجي بقى تشيله تبص تلاقي، تقول لي فوجئت مثلا، فضلت حتى مثلا شهر شهرين، فوجئت جاي بشيله لقيت الضافر تحته شكله عجيب جدا، مخضوضه، جايه مخضوضه بقى. بيكون هي التينيا او الفطريات زادت قوي في الضافر بسبب تركيب الضافر الصناعي ده. دكتور بيعدي هيدا الشيء الفطريات بتعدي؟ اذا ما عقبنا الادوات اللي بنستخدمها ممكن ننقلها من مريضه الى اخرى. ودي نقطه مهمه عايزين بقى نبقى دي لها حلقه، اللي هي محلات التجميل والبيديكير والحاجات ديت، وازاي يبقى في وعي عند السيدات بان الحاجات ديت مهمه جدا وممكن تنقل الامراض. يعني كل شويه بتقولي نقطه اهم، دول بقى هنا اخطر قوي. يعني مهما كان درجة النظافة الخارجية للمحل أو المركز التجميل ده،
النظافة تختلف عن التعقيم. فيها فرق بين النظافة والتعقيم. والتعقيم أكيد أكيد 100%. دكتور نحن عنا مجموعة من الصور أكيد رح نشرح عليها تباعا كل حالة بحالتها، بس خليني ردك لانطلقنا فيه من البداية أنه أي مرض جسماني أو صحي المؤشر تبعه بيكون من خلال مرآة الجسم وهن الأظافر. تحدثت حضرتك على السكري، خلينا نبتدي بالأول أي مرض كمان وكيف المؤشر بيكون؟ هو السكري ده مرض هام جدا لأنه خطير، وأنا نفسي نركز عليه لأنه قد يهدد حياة الشخص نفسه. القدم بتاعت مريض السكر الدورة الدموية فيها ضعيفة، مشكلتها باختصار أو الدورة الدموية ضعيفة جدا، الإحساس ضعيف جدا نتيجة لالتهاب الأعصاب، وبالتالي فممكن ضفره يتكسر، يتخبط مثلا في حرف ترابيزة الضفر يتكسر خالص وهو من غير ما يحس خالص، يعني نفاجأ بإصابة غائرة جدا وهو مش شايفها أصلا ولا حاسس بيها. نسبة حدوث البكتيريا والفطريات في أظافر عالية جدا في مرض السكر عن الناس العادية. فهنا أي مريض سكر أهم نقطة بننصحه بالعناية بالأظافر بصفة خاصة، الاهتمام انه يلبس احذية طرية ما تبقاش ناشفة عشان ما تعوروش. الحاجة اللي هامة جدا ساعة قص الاظافر ما يقصش زيادة عن اللزوم، يعني لو ساب حتة من الضفر زيادة ارحم بكتير جدا من قص حتة زيادة. ليه؟ لانه اي جرح بسيط هنا هيبقى فيه التهاب صعب جدا قد يهدد الصابع نفسه. او يهدد حياته نتيجة التهاب شديد ببكتيريا بتاعت الغرغرينة بتحدث في قدم مريض السكر لو أصيب أي إصابة أهملت علاجها. وبالتالي فبنصحه أن يقص الضفر كويس قوي بحرص جدا، وممكن يسيب حتة الضفر زيادة فوق اللحم يعني أحسن ما ينقص. باختصار ما يغمق بالقص، ما يغمق ما يغمق بالقص. خلينا نقص أو بالشكل أو بالمصري ما يحفش بقى على الآخر فيها. طيب رح نوقف عند هالنقطة. في عنا صورة دكتور رح نشوفها حول أشكال وأنواع الأظافر السيئة أو اللي عم بتعاني من مشاكل. أوكي. هيدا شو دكتور؟ ده بنسميه تآكل في الأظافر. تآكل الأظافر ده بيبقى له سببين أساسيين. السبب الأساسي الأول التانية أو الفطريات في المراحل المتأخرة منها تبتدي تعمل تآكل. الأول بتبتدي بتغير لون الظافر وتبتدي تعمل شوية تجمعات تحت الظافر كده بتتشال، ممكن في الكوافير أو في محل التجميل يشالوا متصورين إنها مجرد جلد ميت. هي دي بتبقى بداية الفطريات. عشان كده عايزين في وعي بالنسبة للموضوع ده. بعد فترة تبتدي المادة الظافر نفسها تتآكل بقى، الفطرية يأكلها. في احتمال تاني للصورة ديت اللي هي الصدفية، اللي هي ده أول بحث اللي عم نشوفها بعدنا. خلينا بكمل بأول صورة. فالفطريات ديت أهم حاجة علاج ليها إن إحنا نستخدم علاج داخلي مضاد للفطريات مع دهانات مضاد للفطريات للأظافر. الأظافر بتبقى محتاجة سائل أكتر عشان تثبت على الظافر، بس الأهم من السائل إن إحنا نستخدم حبوب مضادة للفطريات. بيحتاج من شهر ونص لثلاث شهور، يعني مش عايزين المريضة تزهق، يعني بتاخد ثلاث شهور على الأقل على ما نبتدي تخف. وعلشان بنحتاج علاج شهور طويلة بنحتاج نعمل مزرعة، بنكحت الجزء من الضفر كده من الطبقة السطحية وتشاف تحت الميكروسكوب عشان نتأكد ان في فطريات، عشان ما نقعدش نديها مضاد للفطريات ثلاث شهور على الفاضي. على حسب الحالة، واكيد اي لون ممنوع ينحط لفترة لحين انتهاء العلاج علشان بيحبس الماء زيادة. صح. هلأ عنا صورة كمان سريعة لانه عنا مجموعة، هذا وكأنه الضفر مقصوص من النص. دكتور. ده بيبقى بسبب ممكن يكون الانيميا زي ما عند مدام رانيا، الانيميا بتضعف، يعني بنلاحظ ان شكل الضفر سليم بس في تشققات قد تكون طوليه في حاله الانيميا بالذات وقد تكون بالعرض، لكن الضفر نفسه مادته سليمه، تحس ان لونه روز او بامبا، مش زي الصوره، مش بس هذا دليل على الانيميا. ده دليل على الانيميا، يعني اذا حدا عنده هذا الشكل بضفره في دليل ممكن على استنتج ان في انيميا. اوكي. الصوره اللي بعدها. اوكي. هون كومن نيل كونديشنز، تقريبا خطوط راحه كلها بالبطول. الخطوط دي اغلبها بتبقى انيميا، ساعات في بعض الناس بتبقى نقص بعض انواع التغذيه، يعني ساعات الناس اللي بتمشي على رجيم قاسي شويه بتبتدي تبان عندها كده. وساعات الانيميا تعمل نفس الصوره نفس الشكل. البقع البيضاء هيدا شغل كتير كومن وبنشوفها. دي بتبقى نقص بعض الفيتامينات، اهمها الكالسيوم، وفي بعض الفيتامينات فيها كيراتين، فيها ماده الكيراتين دي نفسها بنستخدمها في علاج تساقط الشعر وضعف الاظافر.
أوكي. يعني بيبقى البقع دي نتيجة نقص بعض الفيتامينات زي فيتامين ب والكالسيوم. الفيتامينات الناقصة بالجسم لو خدتها تتحسن البقع دي خالص. أوكي يعني أكيد بدها تحاليل بهالحالة لتعرف وين النقص بالفيتامينز اللي عندها. تمام. الضفر بالنص اللي عم نشوفه اللي مائل لونه للبني بالصورة اللي قبل شو بيعني دكتور هيدا اللون البني؟ اللون البني ده معناه انه ممكن يكون في ضعف شوية في الشعيرات الدموية اللي تحت الضفر. بيكون بعض الناس الشعر خصوصا في السيدات الشعيرات الدموية عندهم ضعيفة شوية بتتفتح فبتنزل منها مثلا نقطة صغيرة لتورة من الدم يبتدي يدي اللون البني دي. فدي برضو بتبقى ناتجة من نقص فيتامين سي بالذات فبيخلي الشعيرات الدموية ضعيفة وهشة وسهل انها تتفتح بسهولة كل شوية. نعم. ايضا حالة اخرى ودليلة اخرى على مشكلة ونعم نشوف خط رمادي تقريبا لونه ميل للأسود كمان. بالنص اللي عم نشوفه ده ساعات بيبقى تحت الضفر هنا في المنطقة دي في نوع من بنسميه باللغة العامية صنت ومفردها صنطة او ثقاليل كنا اتكلمنا عنها في حلقة الفيروسات قبل كده فبتيجي تحت الضفر فبتعمل اللون الغريب ده بتبقى رفعاه في الحته دي وعامله فيه تغيير في بس اللون بس ده غريب كتير ممكن ساعات السن تيجي تحت الضافر تحت الضافر يدي شكل غريب كده. نعم. بعد عنا صور حتى نشوف المزيد من الحالات. دكتور في حالات بنقول انه ما في العلاجات بعض الاظافر بتبقى طبيعتها يعني ما بتطولش قوي طبيعه كده مثل هيدا بيتعالج هيدي الحاله دكتور؟ دي طبعا ممكن تكون ناتجة من الصدفية بقى دي اللي عايزين نتكلم عنها. الصدفية ممكن تدي كل الأشكال في الضافر تدي لون أبيض تدي تحلل في الضافر جزئي أو كلي تدي قشر في الضوافر. الصدفية دي بنعرفها من خلال إن إحنا بنعمل مزرعة على الضافر تطلع سلبية بالنسبة للفترات لأن هي الصدفية والفترات بيدوا نفس الصورة تقريبا. وفي حاجة تانية بنشوف أماكن أخرى في الجسم فيها إصابات الصدفية أشهر أماكن الكوعين والركبتين والظهر. لو لقينا فيهم إصابات الصدفية ولقينا المزرعة هنا سلبية للفطريات يبقى احنا هنا بنتعامل مع حالة صدفية الأظافر ودي من الحالات الشائعة جدا إن صدفية الجلد تيجي بصدفية في الأظافر ودي لازم في الحالة دي نحتاج علاج داخلي ببعض المواد بس أهم نقطة نبعد عن الكورتيزون في الصدفية بالذات ودي أهم ودي برضو رسالة هامة بنحاول نوصلها إن الأمراض الجلدية مش اي مرض جلدي نحط له كورتيزون او ناخد كورتيزون بالفم اللي بعكس ما الناس فاهمه وعكس ما حتى بعض الصيادله فهمه ايوه كل حاجه كورتيزون كله كورتيزون هذا الحل الوحيد الحل الوحيد اللي عنده. نعم. مع ان دايما اكتر واحد يخاف من الكورتيزون هو دكتور امراض الجلديه لانه بيشوف مضاعفاته صح وتاثيراته السلبيه على المدى البعيد. انا هيدي الصوره كمان دكتور اللي عم نشوفها فيك تشوفها كمان وراك على البلازما هذه الخطوط الخطوط دي ممكن تكون صدفية دي خطوط منتظمة اللي بيخلينا نشوف انها صدفية اكتر انها بتكون بنسميها 20 انها لازم تبقى غالبا بتؤثر على العشرين ضافر مرة واحدة يعني الفطريات بتبتدي في ضافر وبعدين تبتدي تعدي اللي جنبه يعني غالبا ما بتأثرش على العشرين مرة واحدة اللي بنسميه 20 ده انها بتيجي في الايدين والرجلين مرة واحدة بشكل او في فتره متقاربه يعني بالخطوط البيضاء اللي هي باينه ديت والتشققات ديت دي بتبقى جزء من صدفيه الجلد وساعات تيجي صدفيه اظافر بس لوحدها ممكن يكون معاها وما يفيش في الجلد حاجه ممكن يكون معاها قشره كثيفه في الشعر مرافقه لها يعني تبقى برضو دي من ضمن هي كلها مشاكل في الكيراتين مادة الكيراتين اللي هي موجودة في الأظافر وفي الشعر وعلى الجلد. نعم يعني احنا عم نحكي عن كل هالقصص وعم نجرب نلاقي الحلول حتى نتوصل لها الأظافر الصحية مثل ما شايفين بها الصورة هلأ دكتور لحتى نقول أيوة انه هذه الأظافر صحية الحواف بتاعتها سليمة لها حافة بيضاء صغيرة شوية مش قاصص جامد فيها او مش حافف في الجلد جامد اللي نلاحظ ان جسم الضفر نفسه في حتة في الاول بيضة اللي هي عند اتصاله بالجلد وبعد كده حتة لونها روز او بمبة دليل ان الدورة الدموية سليمة والشعرات الدموية سليمة ما فيهاش اي بقع او اصباغ ما فيش اي تقشر ولا خطوط طولية او عرضية دي الاظافر الايه
السليمه. طبعا بشكركم ان انتم جبتوها عشان المشاهدين اي حاجه غير الشكل ده يبقوا عارفين انها مشكله، يبقوا انه في مشكله. ونقطه كمان كتير مهمه انه ما نكتفي بالعلاجات الموضعية. الخارجيه والموضعيه. أيوة. دكتور لانه في اوقات بعض الامور بدها حل جذري وفي لها ادويه معينه حتى نقدر نتخلص منها. رانيا كيف الاستعدادات هلا للعلاج اللي جاي؟ بدنا نوصل لهالنتيجه صح؟ انا بقى استغل الفرصه علشان اعمل كل اللي الدكتور بيقوله ان شاء الله. ما هيك؟ ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك، بدي اتشكر كثير حضورك معنا وعلى وجودك وعلى هالتجربه اللي حبيت تشاركينا فيها. دكتور حمد عبد الله بدي اقول لك اهلا وسهلا فيك مجددا، نورتنا على كل المعلومات. الله يخليك، شكرا. مشاهدينا رح ننتقل الى موضوع طبي اخر ولكن من نوع اخر بعد الفاصل. منتابع حلقة الليلة من كلام في سرك مع موضوع طبي بيشغل بال الكتار. الإيكولاي بين الأسباب والأعراض وطرق انتقال البكتيريا والخطورة اللي بتسببها للصحة، هيدا رح بيكون محور كلامنا مع دكتور حمزة رمضان طبيب الباطنية والصدر جامعة عين شمس. مساء الخير دكتور وأهلا وسهلا فيك بضيافتنا. أهلا بحضراتكم جميعا وأهلا مشاهدينا الكرام، اهلا بكم جميعا. يا هلا نورتنا. دكتور هلا، موضوعنا اذا مثل ما ذكرت عن الايكولاي. ما هو الايكولاي؟ ايكولاي اسم صعب اسم شويه. اسم صعب صح. طيب هو احنا حبينا بس نقول ان عنوان الحلقه الايكولاي من باب التوعيه الصحيه. انا اتمنى كده ان شاء الله مشاهدينا يكون لنا دور ايجابي معاهم في التوعيه الصحيه ان شاء الله خلال البرنامج. الايكولاي ده اسم البكتيريا او الجرثومه اللي بتصيب الامعاء وهي اكثر انتشارا من غيرها من البكتيريات او الجرثومات الاخرى التي تصيب الامعاء، ولكن ما هيش هي الوحيده. تمام. فهرجع انا خطوه كده بمشاهدينا الكرام، هنقول ما هي اكثر البكتيريا، انواع البكتيريا اللي ممكن تصيب الامعاء بالاضافه للايكولاي. نعم. اولا هنقول الإيكولاي ولها نوعين أكثر، يعني هم فيهم مشكلة كبيرة. النوع الأولاني اللي بيسبب النزيف، يعني بيسبب نزيف جوه الأمعاء وبالتالي البراز يبقى مدمم، وفي نوع آخر بيفرز بعض السموم وبرضه ضرره كبير لأنه أحيانا بيوصل للفشل يعني الكلوي. من الجهتين ضرره كبير. بالضبط. ما هو بقى الأنواع الأخرى؟ السلمونيلا ومشهورة جدا، لها ثلاث أنواع، السلمونيلا التيفية، السلمونيلا البارا تيفية أو اسمها نظيرة التيفية، وعندنا السلمونيلا التي تصيب الأمعاء والمعدة، ودي مختلفة عنهم شوية ومتشابهة تشابه كبير مع الإيكولاي. إيه النوع الثالث؟ الشيجيلا. أنا آسف إن إحنا بنقول أسماء يعني مصطلحات صعبة شوية، ولكن أنا هقول بمنتهى يعني السرعة كده إن شاء الله والبساطة. ده شكل المجموعة اللي هي بتصيب الامعاء. شكل البكتيريا بيكون ده الدي ان ايه اللي هو جوه البكتيريا، ومحاطه بالكبسول ثم البروتين اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت في بعض انواع الميكروبات، ومصاحب ليها حاجه اسمها الاهداب. الاهداب بتاعه الايكولاي او بتاعه السلمونيلا او الشيجيلا دي اللي بيساعدها على ان هي تتحرك بمنتهى السرعه وتصل الى الخليه المبطنه للامعاء برضه في منتهى السرعه. مش كده بس، ده ليها وظيفه تانية، ان هي عندها القدره الهائله على الالتصاق بجدار الامعاء وبالتالي صعوبه التخلص. بالضبط، يعني تقدر ان هي تقوم بدورها وتفرز بعض السموم بكميه كبيره جدا. طيب الإيكولاي اسمها باللغة العربية الفصحى اسمها الشريكية القولونية، وسميت بهذه شريكة القولون. الله ينور عليكي. سميت بهذا الاسم لأن هي موجودة في القولون ولكن بنسبة ضئيلة، وتبدأ تعمل بعض المضاعفات عندما تزيد عن 10,000 ميكروب أو بكتيريا جوا الأمعاء. وكيف بتضاعف دكتور؟ شو اللي بخليها تتسبب إذا بدك بتضاعفها وتكاثرها؟ بتتكاثر. إيه هي الـ 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 العوامل اللي ممكن تخليها تتكاثر؟ أولا ضعف المناعة. ضعف المناعة زي الناس اللي عندهم الضغط أو السكر أو مرض نقص المناعة المكتسب اللي هو الإيدز، الناس اللي بياخدوا بعض الأدوية زي الحاجات المثبطة للمناعة، منها الناس اللي عندهم روماتيزم أو لا قدر الله الناس اللي عندهم أورام، تصيب برضو الـ أو هو نوع من أنواع
الأمراض التي تنتشر عن طريق الأوبئة أو التسممات الغذائية. وبالتالي لو لقينا أكتر من 25 شخص في مكان معين أكلوا نفس الأكل وجالهم نفس الأعراض، لازم أخد عينة منهم عشان أتأكد أن الموضوع ده ما انتقلش إلى وباء الشريكية القولونية أو الإيكولاي. والموضوع ده حصل في ألمانيا في عام 2011 ومشهور جدا، قتل ما يزيد عن 200 شخص وأصاب ما يزيد عن 2000 شخص بهذا الوباء. مشكلته ليه احنا هنتكلم النهارده على ميكروب ووضعه كمان بمصر تحديدا كمان. الحمد لله ما فيش عندنا وباء، هي حالات نادره ما يحصل فيها. ودي من الحاجات اللي انا حابب ان اطمئن بيها مشاهدينا الكرام. لكن ليه احنا حابين ان احنا نتكلم عنها؟ اولا باب التوعيه مهم جدا، الناس تبقى عارفه يعني ما هو الايكولاي. ثانيا مشكلته في مضاعفاته، لانه مجرد ان هو يصل الى جسم الانسان بينطلق بقوه وبتكاثر سريع عبر الغدد الليمفاوية ثم إلى الدم، وأحيانا بيصل إلى فشل كلوي. تمام، إيه اللي بيعمله كمان؟ بيصيب كريات الدم الحمراء يكسرها، وبالتالي بيعمل نوع من أنواع الأنيميا اللي هي أنيميا نتيجة تكسير كريات الدم الحمراء. وبالتالي ساعتها قد يحتاج المريض إلى نقل دم مباشرة في ساعتها. يعني هيدي بحالات حادة دكتور، فينا نقول في حالات انتشار الوباء أو عدم علاجه، أو إن البكتيريا داخلة بقوتها فجهاز المناعة ما قدرش يوقفها عنها. تمام. الحالات الحادة اللي حضرتك بتقولي عليها دي قد يكون لها أسباب أخرى زي ما قلنا، زي السلمونيلا زي الشيجيلا، وكلهم بيتفرق عنهم عن طريق إن أنا أعمل مزرعة للبراز في أول المرحلة، وبعد كده بنشوف المضاد ليها في الـ 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 في الدم. وأدق تشخيص لها عن طريق البي سي آر. الإيكولاي هل هي من البكتيريات اللي احنا نقول لازم ناخد لها تلقيح؟ لا، ما بنخافش منها قوي، لأن هي زي ما قلت لحضرتك بتيجي عن طريق انتشار في تسمم معين نتيجة أكل معين، أو عن طريق عدم اهتمام بنظافة شخصية معينة، فبالتالي يظهر في أكتر في الأماكن زي جنوب أفريقيا أو الناس اللي ما عندهمش اهتمام بالمية. ممكن المجاري لما تخش مع المية فبالتالي يحصل تلوث، الناس ما بتغسلش إيديها كويس. وأنا هقول كده في الوقاية إن شاء الله، عدم النظافة، يعني عدم الاهتمام بهالعناصر. أي نوع من الأكل عم تحكي عنه دكتور حمزة؟ طيب. وخاصة إذا له ارتباط بالسلمونيلا حسب ما بنعرف، صح؟ كلام جميل. أو يعني زي يعني تقريبا نفس المجموعة. طيب ايه الاكلات اللي ممكن اخاف منها؟ اولا موجود في اللحوم، لان الايكولاي والسلمونيلا والشيجيلا الثلاثه بيعيشوا في الحيوانات. لحم الخنزير منهم، لحم الخنزير، بس ضيفي لهم برضو اللحوم الاخرى. فاحنا برضو عايزين نقول للمشاهدين الكرام، والكلام ده يعني انا مش عايز استبق الاحداث، وهقول لازم طهي اللحوم جيدا فوق درجه 71 درجه مئويه او درجه الغليان اللي هي 100 درجه مئويه. موجود ايضا في اللبن، الباني المواشي، موجود في الخضروات. ومنظمه الصحه العالميه لما الوباء حصل في المانيا قالوا ان سببها الخيار، فبالتالي منعوا استيراد الفواكه والخضروات ومنها الخيار. الضجه اللي صارت بوقتها حضرتك، قالوا ان الخيار هو السبب. لكن انا اقول بشكل عام ما هوش هو الخيار الوحيد، هي الايكولاي بتنمو في التربه نتيجه روث المواشي، فبالتالي اي اسمده او اي تراب او في الارض ممكن يصيب هذا النبات، فبالتالي لابد من غسل الخضروات والفواكه بطريقه سليمه حتى وصحيه. الاستروبري صح كمان بهالحاله، لانه من بيقولوا بيشربها دغري عشان موجود اقرب للتربه. لكن هي بشكل عام جميع الخضروات لازم ان احنا نخلي بالنا ونغسلها جيدا. هيدا للخضروات. الخضروات. اللحوم نرجع منذكر على اي درجه المفروض دكتور يكون الطهو؟ منظمه الصحه العالميه قالت ان هو بيموت فوق ال 71 درجه مئويه. كلام جميل. فبالتالي لازم الانسان يتاكد سواء كان في بيته او كان في مكان خارجي، لازم يكون متاكد ان اللحمه يتم طهيها وغليها فوق 71 درجه مئويه. نعم. دكتور الاعراض كيف بتبلش؟ كيف بتبلش ترجمتها اذا بدك؟ زيها زي جميع أمراض اللي بتصيب الأمعاء أو الجرثومة أو الجراثيم اللي تصيب الأمعاء، تبدأ بإسهال، آلام في البطن، حمى أو ارتفاع في درجة الحرارة،
الإسهال المدمم، وده حاجة مشهورة فيه أو بنسميها الديزنتريا. من الحاجات اللي بيعملها أحيانا قيء، والتشخيص لا يتم إلا عن طريق المعمل. إيه الأعراض اللي أنا ممكن أقول يعني بالنسبة لمشاهدينا الكرام برضو عشان ما يبقاش الكلام كله ماشي في سكة أكاديمية، إمتى أقلق وأقول أنا لازم أروح للطبيب؟ لو درجة الحرارة استمرت فوق 48 درجة ما بتنزلش على خفضات الحرارة. الحاجة التانية لو الإسهال بقى مدمم، في إسهال بس بدم، أقلق. الحاجة التالتة وهي المهمة جدا، لو حصل قيء مدمم، وده في حالات نادرة جدا أنه يصيب المعدة والأمعاء في نفس الوقت. يعني هذا دليل صار إذا بدك حد أكثر، صح؟ حد أكثر، ويمشينا أن احنا متأكدين من التشخيص بس المعمل هو لازم يحسم الموضوع. طيب هل الإيكولاي دي بس بتصيب الجهاز الهضمي فقط؟ لا، بيصيب برضو الجهاز البولي. تمام. واكتر عند الاطفال. فبالتالي برضو لو سمحتوا الناس اللي ممكن تحس ان في دم في اثناء التبول لابد برضو من استشاره الطبيب عشان ينفي اذا كان مصاب بالايكولاي ولا لا. ممكن يتاخد له لقاح دكتور؟ هو ليه لقاح، ولكن زي ما قلت لحضرتك ناخده بس في الاماكن اللي فيها وباء او اللي انا شاكك في انتشاره، بمنع انتشار هذا المرض. لكن انا اديه بصفه يعني منتشره واسعه. اذا واحد مسافر لبلد من هيدا النوع يعني اكيد في خطر الاصابه فيه، يعني نوع من الوقايه. نوع من الوقايه اكيد طبعا. تمام. هل يصيب حاجات تانية غير مجرى البول او عدوى الجهاز البولي؟ عند الاطفال ممكن يعمل التهاب سحائي، وده نادر طبعا، ولكن نحط برضه في الحسبان بحيث ان الطفل اللي يجي له تشنجات نتيجه الحراره، دكاترنا الافاضل من دكاتره المخ والاعصاب دايما بيحطوه في اول اولوياته انه يعمل مزرعه لهذا الميكروب عن طريق النخاع العظم. يعني هو بيكون لمرحله الخطر عند الاطفال كتير دكتور والمتقدمين في السن، لانه بتكون اذا بدك ضعيفة. المناعه ضعيفه. كلام جميل، كلام صحيح. طيب طفلنا تكلم عن طرق العلاج وسبل العلاج، كيف بتكون؟ اولا هقول معلومه مهمه جدا، ممنوع منعا باتا ان احنا ندي حاجات توقف الاسهال. خليه يظهر كله من الجسم اولا، لان هي يعني الادويه اللي احنا بنديها للاسهال بتقلل حركه الامعاء. انا مش عايز كده، انا عايز الميكروب ده ينزل في البراز. ولكن مجرد تشخيص هذا العلاج هذا المرض انا اسف، لابد له من علاج مضاد حيوي مناسب وملائم لهذه الحاله. طيب انا في البيت اعمل ايه؟ اولا لابد على الام اذا كان هذا الطفل او البالغ شرب سوائل كتير تعويضا لهذا الاسهال عشان ما يخشش في بعض المضاعفات، منها نقص الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم اللي بينزل في الـ اثناء عمليه الاخراج. ثانيا ابعد تماما عن الحاجات اللي ممكن تزود الاسهال زي الحاجات الدهنيه، وكتر من الحاجات اللي ممكن تعمل امساك شويه زي حاجات اللي فيها الياف منها الخضروات والفواكه، وينصح دايما في الفتره دي بالحاجات المسلوقه منها البطاطس او الرز او الكوسه. من الحاجات المهمة جدا في المرحلة دي ان انا ما اخدش لا اسبريناية ولا خافض للحرارة الا عن طريق الطبيب، لان في بعض الادوية زي السلفة قد تكون متعارضة او بتزود المضاعفات على الكلى، لان المضاعفات الايكولاين بيسبب فشل كلوي، ومنها الاسبرين اللي بيعمل سيولة. فمجرد ان تشخيص المرض لابد علينا ان احنا ناخد العلاج المناسب من غير ما يكون يعني نقول ايه خدنا اكتر من دواء قد يعني يزود المضاعفات مش يقللها. نعم دكتور، مثل ما بنعرف مثلا السالمونيلا في كتير حالات بنعرف ما خلصت من الجسم نهائيا، يعني يبقى الفيروس واذا بدك البكتيريا عايشة لفترة طويلة، لو ماتت بفترة ترجع تظهر في فترة لاحقة، هل هذا الأمر صحيح؟ الأمر ده صحيح، لأن كده زي ما قلنا الإيكولاي برضو موجودة والسالمونيلا قد تكون موجودة في الجسم، لكن إمتى يبدأ خطرها؟ عندما تزيد عن حد معين أو تبدأ تفرز بعض السموم أو بعض بنسميها إيه الإنزيمات القاتلة لجهاز المناعة. طيب انا عايز اعرف هل انا مصاب فعلا بالسالمونيلا ولا بالايكولاي ولا بالشيجيلا؟ هقول لحضرتك في الاول والاخر هو عن طريق المعمل، ولكن في حاجه مهمه جدا،
التيفويد بالذات او السلمونيلا اللي هي الخاصه بالتيفويد منتشره في اماكن دون اماكن، فبالتالي تشخيصها برضو يعتمد على المنطقه. التيفويد او السلمونيلا بيبقى ليها مصاحب قيء من اول من 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 اول التعب وصداع يجي في اول الراس، فبالتالي المريض اللي بيصي حمى فوق ال 42 درجه، صداع، قيء، الم في البطن، اسهال، يمشي اكتر مع السلمونيلا او السلمونيلا التيفيه عن الايكولاي. في انواع اخرى للسلمونيلا اللي هي النظيره للتيفيه، وفي اللي هي العاديه السلمونيلا البسيطه اللي بتصيب الامعاء وبنسميها سلمونيلا المعده والامعاء. ممكن تموت على الاخر دكتور ولا ممكن ترجع تعاود بعد فتره؟ اي جرثوم ممكن ويعاود تاني مع المناعه الضعيفه، حتى لو تاخد الأدوية بفترة معينة. لو تاخد الأدوية هيقتل اللي هو يعني هيقتل البكتيريا الموجودة جوه الجسم، تمام؟ فبالتالي حتى لو فضل حاجة بسيطة، الحاجة البسيطة دي بتبقى هي نوع من أنواع المناعة للجسم، لأن جهاز المناعة في جزء خاص بالذاكرة، ذاكرة الجهاز المناعي بيبدأ ينشط عشان يتعرف على هذا الميكروب لو جاله تاني. كلام جميل. فأنا ما قلقش إن 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 إن, إن مش كل البكتيريا اتقتلت عن طريق هذا المضاد الحيوي، ولكن أنا أقلق من المناعة الضعيفة، لأنه زي ما خد الميكروب ده ممكن ياخد نفس الميكروب أو ميكروب آخر في نفس العدوى. متى يؤدي إلى الوفاة؟ يؤدي إلى الوفاة قلنا في حالات الفشل الكلوي لا قدر الله، أو لو استمر ووصل إلى حاجة اسمها تسمم في الدم السبتسيميا، دي طبعا قد تؤدي إلى الوفاة. مضاعفات، أكتر مضاعفات في المجموعة دي كلها خاصة في الإيكولاي والشيجيلا، إن هو بيكسر كرات الدم الحمراء وبالتالي يظهر الدم في البول والبراز، ودي مرحلة أو يعني علامة سيئة إن المرض وصل إلى تكسير كريات الدم الحمراء بمرحلة متفاقمة ومتأخرة. دكتور، المرأة الحامل التي تصاب فيه كيفية التعامل معه ومع علاجها كيف بيكون؟ هل وضعها بيكون أخطر بكثير؟ طبعا أخطر. هي وهل ينتقل هي رحمة ربنا إنه بينزلش ما بيتقلش إلى الجنين، فدي حاجة كويسة الحمد لله. ولكن طبعا إحنا لازم يتم معالجتها في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة إما في الانكيوبيشن بيريود اللي هي الفترة من ساعتين إلى 48 ساعة إذا اتأكدنا أن أخذت العدوى من شخص معين، أو في بعد كده يعني. المضاد الحيوي قد يكون في بعض المضادات الحيوية ملائمة للحمل وبعضها مش ملائمة، فهي دي الصعوبة اللي احنا ممكن نجدها في علاج المرأة الحامل. أهم حاجة أن تاخد سوائل سواء عن طريق الفم، وإذا كان ما نسبهاش لأن هي بترجع، يبقى عن طريق الوريد IV فلويد. نعم. دكتور حمزة، ختاما نصيحة بتوجهها للمشاهدين كنوع من وقاية، كنوع من تحذير، ماذا تقول؟ نصيحتي الأول أنا أقول لهم إحنا حبينا النهاردة أن إحنا نتكلم على الإيكولاي من باب التوعية الصحية، فما تقلقوش، هي مش منتشرة في مصر بالانتشار الموجود في الدول الأوروبية، لأنهم أكثر يعني بيأكلوا اللحوم ولحوم الخنزير واللحوم النص طهية أكتر مننا. الشعب المصري فيه طبيعة، والشعب العربية يعني بتحب المشاوي كتير والحاجة مطهية على الآخر، تمام؟ فأطم منهم. ولكن الإيكولاي يا جماعة زيها زي أي جرثومة ممكن تصيب الأمعاء، تنتقل عن طريق إما الماء، فبالتالي لابد أن احنا نكون متأكدين من مصدر الماء، تنتقل عن طريق الخضروات والفواكه، فبالتالي لازم نكون غسلين الخضروات والفواكه بشكل كويس. تالت حاجة في منتهى الأهمية، حفظ الطعام. الأطعمة التي لا يتم حفظها بشكل صحيح قد تكون مصدر ومخزن للمجموعة اللي احنا قلناها كلها تلاتة. فبالتالي لو سمحتوا لازم يحفظ في مكان، إما في التلاجة أو في مكان يعني صالح للحفظ. من الحاجات المهمة جدا غسل الإيد بعد كل يعني حمام، لأن الإيكولاي قد تعدي نفسها، يعني ممكن الإنسان يعدي نفسه بعد ما يخف لأنه موجودة في البراز، فما يغسلش إيديه كويس وبعد كده يحطه في إيديه في بقه، فبالتالي ينتقل المرض أو ممكن ينقله لحد تاني، خاصة الأولاد كمان اللي ما بيعرفوا كتير يهتموا بأمور نظافتهم الشخصية. كلام جميل. من الحاجات اللي أنصح بيها برضو، لابد علينا أن احنا نتأكد من المكان اللي احنا بناكل منه، خاصة اللحوم. ما تبقاش أماكن فيها عدم رقابة،
زي لحوم الخنازير او اللحوم اللي هي نصف طهي. اللحوم الحمراء برضو اكثر عرضه من اللحوم البيضاء، يعيش فيها الميكروب اكثر. درجه الحراره الاماكن اللي فيها درجه حراره عاليه برضو الميكروب بيبقى فيها انشط وقابل للانتشار اكثر من الاماكن البارده. نعم، ماذا عن تفاعل الناس حول هذا الموضوع مروان؟ احنا عملنا لهم اختبار صغير يعني قبل ما تبدا الفقره، احنا قلنا لهم ماذا تعرف عن الايكولاي، وخليني اقول لك يعني ان انا مبسوط ان ردود الافعال الناس ان الناس مش عارفاها تقريبا، الناس يعني قليل قوي الناس اللي عارفينها، وناس كتير كانت يعني مهتمه انها تعرف الموضوع اكتر. فانا شايف ان احنا النهارده القينا الضوء على حاجه برضو الناس مش يعني مش 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 عارفينها بتفاصيل. يعني في اللي كتب ان هي نوع من انواع البكتيريا، وفي كتب ان هي جراثيم بتيجي عن اللحوم النيه، وفي تقريبا نوع من البكتيريا المضره للانسان، وفي اللي عرفوا انه جراثيم اول رؤيه بتقولنا اول مره تسمع عنه، عزه بتقول ولا اي حاجه ما تعرفش عنه اي حاجه، وفي حد تاني بيقول انا مش هقول عشان هم قايلين حاجات غلط، هي دوده تصيب الانسان، سيد نور الدين بيقول، وفي يعني في حاجات كتير قوي اتقالت عليها بس هي يعني قليل قوي، في حد كاتب انها نقط بيضاء بتطلع على الضوافر فهي غلط خالص يعني. فان احنا القينا عليها الضوء النهارده بشكل تمام. اوضح خلي يعني الناس تقدر تعرفها، تقدر انها كمان ازاي تتجنبها يعني. نعم، شكرا لك مروان ولكل الاشخاص اللي اعطونا رايهم بهذا الموضوع. دكتور حمزه رمضان كمان بدي اتشكر حضورك معنا من باب التوعيه. اتمنى كده ان شاء الله يكون الناس استفادت النهارده وتبقى معنا شك بهذا الموضوع. فاصل صغير مشاهدينا ونعود لنستكمل حلقه الليله من كلام في سرك. مع إن حركات لا إرادية إلا أنها بتسبب الأحراج مرات وبتعيق تفاعل الإنسان مرات أخرى وبتأخره حتى عن القيام بالعديد من النشاطات. لازمات وموضوع فقرتنا بعد التقرير. لغة الجسد بتديك فكرة عن حالة ومشاعر وانفعالات الشخص. في دراسة أوضحت أن 7% من الاتصال بين الناس بيكون بالكلمات، و 38% بنبرة الصوت، و 55% بلغة الجسد. الإعلامي عمرو أديب مشهور بوضع الإيد حوالين الفم. السياسي مصطفى الفقي مشهور بوضع الإيد على الخد. الإعلامي باسم يوسف مشهور بخصلة الحك في الأنف. الفنانة ميجان فوكس خصلة إخراج لسانها. الفنان روبرت باتنسون حكة الشعر. الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بيحط إيده دايماً تحت دقنه. أوبرا وينفري بتستخدم إيديها كتير في الكلام. الرئيس الأمريكي أوباما معروف بالميل بجسده كتير في حركات تمثيلية. الرئيس الراحل عبد الناصر معروف برفع حواجبه. الرئيس الراحل أنور السادات كان دايماً بيحرك نظارته. لغة الجسد مهمة في التأثير على الآخرين. دكتور هاشم بحري رئيس قسم الطب النفسي بطب الازهر، اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا بك. رح نحكي عن اللازمات واللي انا مثل ما شايفه دكتور تقريبا معظم الناس عندها اياها، صح؟ ولكن بتختلف ترجمتها بشكل او باخر. صحيح. كمان بدي رحب بهالا زهران، مساء الخير هالا، واهلا وسهلا فيك محمد مختار. بلشنا محمد هيك وهيك. هلا ما جرب نلاقي الحل لها. هالا شو المشكله تحديدا عندك؟ يعني هو في حالة العصبية بيجي لي هز في رجلي بس ده بدون انتباه. بس انت متعصبة وهيك بهيدي الحالة. طيب دكتور صحيح مثل ما قلت انا بداية انه كل انسان عنده حركة معينة بترافقه على طول، يعني ان كان بالكلام محط كلام مثل ما نحن بنقول او حركة لا ارادية بجسمه. هي بس دي حاجات مؤقتة يعني ليها ارتباط بحالة ممر بيها، حالة نفسية اجتماعية شيء ما. وهي في المقدمة بتاعتك أجمل حاجة اتقالت إنها حركات لا إرادية، لأن هي حركات إرادية ما أنا حر أعمل أطبل، ما اللي بيطبل ده بيكرر يعني. لكن هي الفكرة إنه هي أنا مش واخد بالي منها، ولكنها ممكن تزيد تأثيرها. يعني لو أنا بهز رجلي باستمرار أو بعمل حاجة زي كده والناس بتتعلق عليها، ده بيخلي الحالة أسوأ ما بيحسنهاش، وبالتالي بنعرف ان هي حركات خارج ارادة الانسان. ما هيش بالارادة بتاعته. في ناس بتعملها عشان تقلل التوتر بتاعها، الستريس، ومتعود على كده. يعني زي ما كان بيتكلموا هنا انه في لغة الجسد، عادة الرجالة ليهم حركات اكتر، انه يعدل
كولا يظبطها شويه. دي بتاعت الرجاله اكتر من الستات. الستات لما تيجي تقلق على الفلوس تمسك ذهبها والالماز عشان تبقى عارفه انه هيدا في فلوس جايه او فلوس رايحه، فبتبتدي على طول تمسك جواهرها عشان تطمن. ففي حاجات بتبقى لازمات عند الناس ما بتاخدش بالها منها وهي بتعملها، ولكن اللي قدامه بيعرف منه هو وضعه ايه. هو يا ترى متوتر ولا مسترخي ولا ايه اخبار، بيقدر يقرا بالظبط. بس اذا كان هو فاهم مظبوط هذه الحركات، هي حركات بالوجه كمان دكتور وبالاصوات. هو احنا الفكره كلها انه في حاجتين، في حاجه بتبقى خفيفه في العضلات بتاعه الوش واشهرها هي الغمزه، اللي بقى في العين جامد بس شويه مش مجرد النرمش، وفي حركات في الوش، حركات عوجه الفم، الحواجب وتقطيبها. بعد كده بقى في اصوات، ان هو اشهرها طبعا محمد عبد الوهاب الله يرحمه مغني ده دايما لازمه بيعملها علشان هو متوقع، وهو نفسه بيقول كده انه علشان صوته يبقى اكثر نقاء، مع انها ملهاش علاقه بالنقاء، هو صوته من الاول كويس. يعني هو نوع من ضغط او ستريس بيكون بالظبط، ان كل ما يجي يسجل فقره في الاسطوانه يفضل الراجل يقول له صوتك طالع كده هيبوظ، فبرضه يعمل ده لا لا اراده. وبالجسم كيف بيكون مثلا الحركات؟ بتبقى غالبها في الايدين والكتاف، الكتاف بيبقى واضحه قوي لا حد بيعوج كتفه مره واحده، في حدا بنعرفه بدق هيك هز الكتف. أيوة. وفي الحركات الايدين، في ناس بتعمل تخبط بايديها، وفي ناس تقعد تلعب بصابعها كده برضه من غير ما ياخد باله، او يبتدي كل شويه يفرك ايديه فهي بتبقى بالنسبه للانسان ما دام انه مش بارادته يبقى احنا دخلنا في اللزمات. وفي الحاله دي محتاجه بقى ان احنا نفهم اسبابها وطرق علاجها. ولازم لها علاج بهالحاله دكتور؟ طبعا. لو كانت حاجه خفيفه ومش مضره فخلاص، وبنعود الناس اللي حواليه انهم ما يعلقوش عليها فهي بتهدى لوحدها. لكن كل ما بنقل حاجه جديده وبتؤثر على علاقاته الاجتماعيه بشده او في العمل بتاعه، ففي الحاله دي بتبقى مشكله وعايزه علاج. في علاج دوائي وفي علاج سلوكي، يعني ممكن يترافق مع بعض. تمام. ممكن يكونوا اكثر من وحده مجموعه بنفس الوقت دكتور، اكثر من لازمه طبعا، يعني بين والاجر والعين والايد ممكن يعني يكونوا يعني هيدا تشكيله نوع تشكيله ترضي الازواج. ايوه. طيب هلا بدك ترجع تشرحي لنا شوي الحاله، انت من امتين عندك اياها هيدي الخصله او مثل ما بيقولوا اللازمه؟ إيه، لما حد بينرفزني و مش قادرة أخذ حقي منه فبتزيد معي وبتصير بقوة معك. تخبطي بشكل كتير سريع. حدا بيلفت لك نظرك لألا ولا أنت اللي انتبهتي لها؟ لا أنا اللي انتبهت لها. أنت وكنت تزعج اللي حواليك فيها؟ لا مش بزعجهم، بس بيبقوا عارفين أنا متوترة. هيدا دليل. حتى لو جربت تبين أنك مرتاحة بتكشفك هيدي الحركة. جربت شي مرة تسيطري على حالك؟ جربت، بس احيانا الواحد لما بيتنرفز بيخرج عن شعوره. لا شفتك عم تبتسمي، بس عنا ضربه ضربتين بعدنا على الخفيف هلا ماشي الحال. شو رايك دكتور؟ والله ممكن تبقى مكسب. يعني انا دلوقتي ساعات الواحد وهو بيتكلم بيبقى محرج او متنرفز بس مش عايز يقول عشان ما يكسبش قدامه، فيترك ليه فيعرف ان انا انتبه انا معصب خلي بالك يعني. فممكن تبقى ليها مكسب، يعني مش شرط تبقى كلها ضرر يعني. طب الاجر بتكون محطوطه فوق اجر وفيها هز، انت بتهزي كمان بالطريقه ممكن غير لا. انك تخبطي اجرك؟ لا لا. هيدي شو دليلي دكتور؟ لا هي على فكره وضع الرجل على الرجل دي احيانا كتير قوي بتكون تشد العضلات فبتعمل الحركه دي، فيها فايده رياضيه في جزء. وفي ناس اللي هي بتحط صابعها على الارض فدايما تلاقي رجلها تتهز، ده اوتوماتيك بتهز، مش ملهاش علاقه باللازمه. أوكي. ولكن شده العضله بتخلي العضله متوتره فتقعد تتهز كتير. ويا ريت بيركز على الاجر الثاني بهالحاله، بيعمل توازن بين الاثنين. محمد حتى انا وعم بحكيك هلا عم تهز، من امتين عندك اياها هيدي؟ بقالي كتير فتره. فتره زي قد ايه؟ يعني بتاع 15 سنه. 15 سنه، شو الحركه اللي بتعمل؟ بتتعبني لما بعمل كده مؤثره على الفقرات ومؤثره على كتف. بس تعمل هيك بتحس بترتاح رقبتك؟ لا لازم اطرقعها. لازم على الملتين اشتغل. فما كنتش هترقعها كل خمس دقايق ما انت بلشت تنتبه لهالقصة لحالك؟ بحاول انساها، بنساها شوية بس غصب عني ترجع بتعودك. الناس حواليك زعجهم هيدا الموضوع؟ يعني اللي بيقعد قدامي وانا بعملها بحس له يعني بيبلش عامل له خلل. شايفي في معك صور صح؟ كنت عامل اشياء ف
معرفش قال لي ما فيهاش حاجة ف اعطينا اياها شوي. اتفضل. هي دي اشعة على فخاخ العنقية. شوفها هيدي دكتور هيدا ايه دي على فخاخ العنقية؟ حركته لمحمد شو؟ ولا حاجة الحمد لله هي عنده فقرات والمسافة بين الفقرات كويسة. بس هي مأثرة على الغضروف. يعني دي التأثير بتاعها بسيط ما هيش خطيرة ولا حاجة. يعني ممكن مع الضبط الحركة الأمور تتحسن جدا. لما بتضايق منها حضرتك بحاول أمسكها كده عشان ما أعملها. عشان توقف. لما باجي عند النوم فبتتعبني أكتر. بتشمك كده وانا نايمة. اذا حطه بينفع بهالحالة دكتور؟ تقدر تضبط له الحركة يعني ولا في في طبعا في علاجات كتيرة جدا للحالة من ضمنها في العلاج اللي هو العلاج الطبيعي حتى. وبتخلينا نتنرفز. طبعا انا مصدقك ان هي الحركة متعبة اصلا. هو كمان في كل اللي انت بتقول عليه انك بتعمل صوت في الفقرة طبعا. فانت بتخلي الوسادة اللي بين الفقرة وكل شوية بتتاكل. تمام. فده اللي هيبقى مؤذي ومؤلم للاعصاب وهي خارجة. علاج طبيعي على ظهري بسبب الفقرات. طبعا ده اكيد. ومحدش نصحك انك تلبس كولر اللي هو الرقبة. عملتها بس حسيت بتضايقني وبتوقف رقبتي بطريقه اللي انا مش طايقها. عايز اشيلها ارميها لانه بدك تعمل الحركه اللي كده اراديه تحس حاله متضايق. الرقبه بتضايقني. طب قل عليها اذا كنت متوتر او متعصب ولا بكل الاوقات بتعملها؟ كل حاجه. بكل شيء. كل حاجه بتضايقني وبتعصبني ولو مثلا تخليني متوتر. طب دكتور من شو بتنشا هيك حالات عاده؟ هو في يعني في بدايات. انت عندك كم سنه دلوقتي يا محمد؟ 35 وبدات من 15 في سن ال 20 الشباب يعني. تمام. طيب وانت في المرحله دي كان في ازمه بتواجهها انك مثلا في مجتمع الدراسه شخصيه خجوله وشويه بتجد احراج في التعامل مع الناس ولا كان ايه صفاتك؟ ده انا شخصيتي كويسه من الناس كلها وبيحترموني بس هي لا الحدث يعني ما كانش في ارتباط حدث ما بين ظهور الحركه دي وحاجه في حياتك الشخصيه. لا دي فجاه كده لقيتها بدون. طب في حد في العيله عندك كده؟ لا انا انت لوحدك بس. طب ما فيش حد انت شايف انه كان حتى في افلام او في مواقف كده بتبقى فيها حاجه؟ انا بشوف كل حاجه بس ما اعرفش انا. طب انت بتقعد مع حد عنده نفس الحركه بتاعتك ده هي؟ نعم. بتقعد مع ناس زيك؟ مش لازم نفس الحركه يعني ناس عندهم لازمه كده. في. طب عرفت منهم بيسيطروا عليها ازاي ولا كلكم في الهوا سوا مش عارفين تعملوا حاجه؟ لا في ناس بتقول لك انا واخد اللي انا طرقع كده عادي. لكن انا مجبر اللي انا هو بشكل مستمر. دكتور مجبر اللي انا اعملها. انت اخدت ادويه طيب او علاجات ليها؟ خد دهانات وكده بس ما فيش. اوكي شو علاجها دكتور؟ هو في عندنا مثلا هنفترض ان في انسان طبعا لازم الحكايه تدرس شويه ظهرت ليه لانه لغايه سن 19 هو كان كويس فالنقله بتاعت سن ال 20 عاده بدا سن الشباب يعني في صدمه فينا نقول نفسيه في مكان في ما حتى لو هو بيجهلها. طبعا. ففي نقله ما حصلت ولازم نتعرف عليها عشان نبتدي نتدخل فيها فده بيخلي المؤثر يقل ويضعف عليه. نمره 2 ان هو مرتبطه بالتوتر انه علشان اصل الرقبه دي لما تعمل هي مش هتحل مشاكل العالم ولكن هي الحركه بتاعتها هي اللي هتريحه. هتريح المشكله بتاع زمان اللي هي عنده في مخه مش الحركه بتاعت الرقبه. وبالتالي ساعات بناخد ادويه تقلل التوتر، ادويه تشيل الاكتئاب او القلق النفسي. النوم بتاعه متعب يبقى لازم اديله حاجه تساعده في الدخول في النوم عشان عضلاته تاخد فرصه انها تسترخي. ففي حاجات بنعمل لها خطه للعلاج علشان يجد راحه فده يديله احساس بان هو قادر على التحكم فيها. نمرة 2 ان بنتعلم انه اذا كان الحركة اللي هي التكرارية دي بتريحك طب ما تيجي نعمل حاجة تانية. يعني ايه رأيك ان انت مثلا تعمل حاجة فيها تكرارية ولو كانت مثلا زي لعبة انك انت او زي البيانو تعلم بيانو اتعلم اي شيء من اشكال الموسيقى او آلة تشتغل عليها. يعني مرة كنا بنعالج اولاد عندهم الحركة بتاعت الايد هي مستمرة فعملنا اتفاق مع مصنع. المصنع ده اللي هو بيجيب اقلام الجاف ويحط عليها الغطا فقلنا له مش عايزينك تجيب مكنه هنخلي الاولاد دول يلعبوا اللعبه دي يقفلوها على طول وده ارخص لك وهم هيكسبوا من المرض بتاعهم ده اللي مش عارفين نسيطر عليه. وبالتالي حولنا نجحت؟ نجحت وحولنا المرض الى نفع وبالتالي التوتر قل وهم ابتدوا يتحكموا شويه ما خافوش ولكن عرفوا يتحكموا كويس قوي في المرض. يعني اذا ممكن كان عنده شيء بديل ليقدر يخفف هذا التوتر بيساعده. بس السؤال هل ممكن يتخلص منها بشكل جذري ونهائي؟ على حسب شخصيته ولا بضل في ترسبات؟ لا على حسب شخصيته بس كمان صار لسنين معه.
هو يعني لا مش مشكله خالص. لا لا وعلى حسب بقى هو. احنا دايما عندنا حاجه في الطب النفسي بنسالها شخصيتك ما قبل المرض، عشان كنت بساله انت كان طبعك ايه، فهو ده اللي بيخليني لما اتعرض لازمه يكون ده رد الفعل، فيبقى العلاج مش شخصيه اللي قبل المرض علشان اصلح منه النتائج. سالته اذا حدا من عائلته عنده هالمشكله مش في منا عامل وراثي؟ طبعا، وخصوصا في مرض زي اللي هو التوريت سيندروم. لازم التوريت. بالظبط، ده بيظهر عند العائلات، وهو في الحقيقه في ناس اتكلمت كتير قوي على ايه هو. شو خلينا نرجع نشرحه دكتور، شو التوريت؟ هو التوريت بيظهر مرض عند الاطفال، بيظهر عند سن 5 و6، عباره عن اللزمات الحركيه والصوتيه. يعملوا صوت كده او يصوتوا، او مره واحده هو بيكمل يعلي صوته جدا وكان يرجع تاني. بتزيد قوي عند سن 8 لغايه 12، وبعد 12 لغايه 15 بتبتدي تقل بالتدريج وغالبا بتختفي لوحدها بعد كده، لكن احنا مش عارفين سببها. في كلام على ان المستقبلات الكيميائيه في المخ، في ناس قالوا ده الكروموزوم، ناس قالوا ده الجينات. ساعات بنديهم ادويه وبتفلح وساعات لا، ولكن هي بتبقى موجوده في العيله منتشره وبتقل تدريجيا بالطريقه دي، وبيبقى كل العلاج ليها علاج للطفل ولاسرته بنفس الوقت. لازم علشان اسرته ما يبتلوش حتى اخواته او اصدقائه في المدرسه يتعلموا يعني، والمدرسين كتير اصلا حياتي. هتلاقي في الافلام الكوميديه عندنا كتير جدا بيعملوا تعليقات او حركات على ممثل عنده لازمه عامل كده. منشن هيك هلا سالته انت محمد عن احد الافلام اللي لانه عاده هيدي مرتبطه شوي بالذكوره او بشي مشكل معين عم حضر له، بعمل رقبتي بهيدا الشكل. صحيح. مش هيدا اللي قصدته فيه. فدي ساعات بتبقى بتلفت النظر ان حد يقلد، حد يبقى يعني مرتبط بقدوه ما. وهتجد كتير قوي يعني كان فريد شوقي ليه لازمات، الناس الشباب بيعملوا. توفيق الدقن كان ليه لازمات كتيره حتى في الكلام، فيبتدوا الناس تكرر الكلمه باستمرار وكما ياخدش باله ان هو بيكررها. في من ضمن اللازمات يعني اللي احنا كلنا بنقع فيها، بس اوريك انها بتبقى زي الوسواس، انك ممكن تسمعي اغنيه جديده وتعجبك تلاقيك عماله بتكرريها، اوقات تسمعها ولو ما عجبتني بكررها. بالظبط. غسل دماغي. بالظبط. فدي نقطه، ان كتير جدا من الحركات او الافكار او النطق والحاجات دي هي ساعات بتبقى ضد ارادتنا، ولما بنحاول نمسكها وده الغريب ممكن تزيد اكتر. انا كنت عايز اقول لك حاجه على الاطفال، ان احنا بنعلمهم او بنعلم محمد في وقت ما، ساعات كتيره جدا الناس دي بتستفيد بالحركه بحيث ما تبانش. يعني انا مثلا عندي الحركه دي كده، فلما بتيجي فبعمل، واحنا عايزين الضمها في حركه ثانيه فما تبانش قوي، ما تبقاش فيها عليها تعليقات ضخمه بحيث ان الناس تبقى اكثر فايده منها بهالحاله. هلا حسيتي من حواليك نقلتي لهم هالعدوى او هالمشكله؟ لا. عندك بالبيت؟ لا. يعني بس انت انفردتي فيها. انت ازعجتك لدرجه كبيره ولا لا اليوم خلص عودت عليها؟ لا تعودت عليها، ما فيها ازعاج بالنسبه لي. لا بالنسبه لي. طيب دكتور، مثل هالحاله اذا حدا اراده عن مشكلته ومش لاقي فيها مش مشكله، ما دام ما بتاثرش لا على حياتها ولا علاقاتها بالاخرين ولا عامله اشكاليه خلاص. يعني مثلا مثل حد محمد غير بيختلف الوضع. لانه بلشت لمشاكل صحيه وجسديه بهالحاله. امتين من دق نقوس الخطر بنقول لا لازم يكون في استشاره لاخصائي ولا طبيب؟ لو هي بتؤثر اي مرض نفسي، اضطراب عقلي، اي حاجه من دول زي اي مرض في الدنيا، لو اثر على حياتي واثر على علاقتي بالاخرين لازم الجا لمتخصص. يعني هنفترض مثلا ان انا عندي حكه بسيطه بقى، يعني تيجي مره كل شهرين خلاص، لكن لو انا طول الوقت عمال بحك في ايدي فدي بتعيق علاقتي مع نفسي ومع علاقتي بالاخرين، في الحاله دي لازم اروح لدكتور. فهي الفكره انه من ضمن برضه السؤال كان جميل جدا، لما اللي قدامك بيتاثروا، انا واحده في واحده قريبتنا طول ما قاعده بتعمل كده، فانا بعد شويه بنفهم كده الله بتصير بدون ما تحس، وبعدين بقيت اتغاظ يعني، فبديت كده ببص الناحيه الثانيه، انا مش عايز افضل اهز راس انا كمان. طب اللي بيكون حدك وبينكزك كل الوقت هيك فهمت شو عم اقول لك؟ السنه هي كمان تعتبر لازمه صح؟ انا رايي انها غلاسه مش هيدي غلاسه. لا حتى عم بخبرك جدي او عم يضحك بكل يعني في الاتجاهات في هيدي موجوده. هو لو كان ده لازمه فانا بقول له
انه بلاش تخبطني. لو سكت لو سكت يبقى هو كان دي عاده بسيطه بيعملها ومش واخد باله، لكن لو فضل برضه يخبط كده ادي لازمه. ففي الحاله دي لانه هو مش قادر يتحكم فيها ففي الحاله دي ببعد عنه بقوم. بترحم بترحم كتفك بقى لازم. شو اغرب الازمه الدكتور اللي شفتها واللي عاينتها؟ هي في مضحكة وفي غريبة هو أغربها كانت مع واحد من كان الشباب اللي كان في الجامعة عندنا وبيعمل يعني مقابلة مع الطلاب عشان ينتخبوا رئيس اتحاد الطلاب، وبعد كده فوجئنا بيه بهذه الكم من الأزمات أول ما طلع على المايك وابتدى يتكلم، لأن بقى وشه بيلعب فيعني كان بالنسبة له موقف محرج جدا، والطلبه طبعا كلهم انفضوا عن الاجتماع لانه ازاي تبقى انت القدوه بتاعتنا وانت الرئيس بتاعنا وانت مش عارف تتلم مع نفسك يعني. فكانت هي دي اغرب موقف، ان هو عارف نفسه فازاي تقدر وتطلع كده وتواجه. في واحد تاني كان عنده لازمه وكان عايز يشتغل طبيب نفسي وجاء قال لنا عايز يلتحق بالجامعه، فعملنا له انترفيو المقابله فلقيناه عنده اللازمات دي، فقلنا له ازاي؟ قال ما انا لما هعالج المرضى هتعالج معاهم. قلت له مين قال لك انت كده ممكن تعي مرضى تانيين؟ انت بدك كونسلتو. بالظبط. فده كان موقف غريب جدا في تفكيره، وطبعا رفضنا دخوله قسم الطب النفسي بهذا القسم. طيب اللفظي والكلامي يعتبر بنفس الاهميه ولا الحركه اكثر؟ لا الحركه اكثر واللازمات الوشه، ولكن هي في بقى لازمه اللي هي على الكلمه. يعني كان في استاذ عندنا في كليه الطب زمان يقول لما كلمه انه يس يس يس، وهو بيشرح كل ما خلص جمله يقول يس، يعني لقيناها فيها ملل وما هيش لطيفه، وبعدين بتشتتنا لان مش عارف اكمل الجمله كل شويه اقول كلمه زي كده. فهو بعد كده اكتشفنا ان هو كان الاول عايش في الستيتس في امريكا شويه، فهم دايما كل شويه يقول لك يو سي يعني شفت. متابع الكلام بتاعي، فهو لقى ان هي مش عايز يبقى امريكاني فعملها مصري، فقال يس 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 فما يا عم هي يعني وصلت الفكره. كان بيشتتنا جدا في المحاضرات بتاعته. طيب مثلا بحط اصبعه بتمه بشكل او باخر، اللي عنده مثلا كلمات دايما ثابته ضروري إلا يكون علاج ولا لا بتكون مرحلة أو مخصلة؟ هو لو يعني كتير جدا من الأطفال بتعمل حركات زي كده في البيت، يعني هو في الكلام احنا بنعلق على التوريت سندروم لازم يكون مدته أكتر من سنة، أقل من سنة بيقولوا عليها حركات مؤقتة، وهي مجرد ما إنك أنت ما بتركزيش عليها، وأول مثلا ما الطفل يبتدي مثلا يحرك رجله فأديله المج ده أقول له روح مثلا املا ميه، فتلاقيه اتشتت انتباهه ومشي خلاص راحت. فاحنا بنلعب مع الطفل بالالعاب دي هي. ففي بعض الكلمات الناس بتقولها وتعيدها، واحنا بس عليها ان انا الفت نظره لحاجه ثانيه، ايه رايك هنخرج فين النهارده؟ فتلاقي الكلمه راحت وخلاص وعدت. دي بتبقى حاجات بسيطه يعني بده اللي حواليه يساعدوه الدكتور ليقدر يطلع منها، لانه هو صاحب العلاقه مش دايما بينتبه للمشكله. هو في عندنا في الطب النفسي جزء اسمه انه اي طفل عنده مشكله لغايه سن 18 سنه لازم يبقى في علاج اسري. يعني بعد 18 سنه بيبقى هو معتمد على نفسه شويه، بس 18 لازم الاسره تدخل في العلاج. وكل ما كان العلاج بوقت ابكر كل ما ساعد لحل صحيح. المشكله صحيح. اليوم شو نصيحتك لضيوفنا اللي شرفونا كمان وفرحانين انكم جرأتوا وحكيتوا عن المشاكل؟ انا بالنسبه لك محتاج اني اقعد معاك واتعرف على شخصيتك ما قبل سن العشرين، لان انا عندي تصور ان هو ليها جزء ضخم جدا من دخول العرض ده عندك، وده محتاج علاج. بالنسبه لحضرتك انا مش شايف انك محتاج حاجه، يعني محتاج انك تهز رجلك وقت ما انت متعصبه، على الاقل اللي قدامك هيعمل لك حساب لانه عرف انه لو يعني زودها سنه هياخد على دماغه، فانت متظبطه. اه احمد الله هديك ميعاد بقى ونتقابل في المستشفى ونظبط. في حاجه ثانيه حضرتك كنت عايز اسالك فيها. اتفضل يا حاج. عندي لما بلمس حاجه بلمس مرتين، لو اكلت حاجه باكلها مرتين، بس ما اخليش حد ياخد باله. تاكل مرتين؟ من صغري. ايه؟ يعني لا مش هاكل مرتين. شو؟ يعني اكل حاجه مرتين، يعني لو اكلت لقمه اكلها مرتين. لو مسكت الكوبايه عايز امسكها مرتين، مش ده بيقلل التوتر. يعني الحركه التكراريه زي تكرار رقبته.
اللي قاعد معايا ممكن ياخد باله بس لو حس، لكن انا بحاول ما بخليش حد ينتبه للحاجه دي بالذات. ولانه هو ضيف عزيز علينا بدنا عيلش سريع معك دكتور ضروري هاشم، يعني محمد عزيز علينا ولازم نلاقي له الحل اذا الله راد. مروان شو راي الناس باللازمه وشو تفعله؟ بدنا ناخد اراء الناس، اللي هو رايكم كيف تساعد شخص يعاني من اللزمات حتى لا يصاب بالاحراج. فجت ردود افعال، يعني الناس والله عندها برضو بوزيتيفيتي ظريفه. يعني في ساره بتقول كل الموضوع ان انا ما اتريقش على حد مهما كانت اللازمه دي. علي الدين بيقول اعتقد ان اللازمه ما بقتش برغبه، اعتقد ان اللازمه ما بتبقاش برغبه الانسان، وبالتالي مش من حق حد انه يعلق عليها. في هنا ميلاد بيقول متهيألي الشخص نفسه يساعد نفسه اولا بانه ما يتكسفش من لازمته مهما كانت. شوقي بيقول هو الموضوع حله اننا نتعود على لازمات وحركات بعض. وفي مثلا سمير هنا بيقول الشخص نفسه ممكن يحرم الاخرين ان هم يحرجوا بان هو نفسه يتعامل مع لازماته بطريقه او سخريه، يعني هو يتريق على نفسه فايه قبل، يعني قبل ما الناس تتريق عليه. بس انا اعتقد يا دكتور ان احنا كلنا عندنا لازمات حتى لو حاجات بسيطه، اعتقد ان كل انسان عنده لازمات. بس يعني من لما بتستمرش مفيش مشكله، يعني كلنا بنقلل توترنا ساعات، كلنا لازم تمسك شعرك وتعمل كده ساعات تمسك القميص. اكتشف مروان بيمسك شعره طبعا، مروان بالذات لازم اهم حاجه هيدي اللازمه ما عم يقدرش يخلصها. لا انت بالذات ما انت عشان كده شلت كل شعرك. الحمد لله. هيدا بسبيل العلاج دكتور، ما تفهموا غلط. ثانك يو لك ميرسي مروان. دكتور هاشم بحري بتشكر كثير حضورك معنا، ودائما هيدي الروح النكته الموجوده بارائك الدسمه اللي بتزرع فينا الابتسامه. اهلا وسهلا فيك، واهلا وسهلا فيكم ضيوفنا الكرام، نورتونا. مشاهدينا فاصل اعلان صغير، ومن بعده رح لاقيكم مع مروان لحتى نتعرف على طريقه التصوير الاحترافي بس بكاميرا الموبايل بعد البريك. نرجع لكلام في سرك والفقرة هلأ بفتكر كل الناس رح تتفاعل معها، لأنه كل الناس تحولت إلى مصورين محترفين بفضل أجهزة الهواتف الذكية، حتى صارت الصورة بتسبق الحدث نفسه وبتطغى عليه، وصرنا منخرج حتى نتصور، ونلبس حتى نتصور، ونلتقى بأصدقائنا حتى نتصور. كرمل هيك مروان حبي خلينا نتعلم كيف نتصور أفضل بهواتفنا. اهلا بيكم كل مشاهدين كلام في سرك في كل مكان. النهارده وزي ما عودناكم دايما في كلام في سرك كل يوم هنقدم حاجه جديده. النهارده اغلب الناس معاها سمارت فونز، كل سمارت فون من دول فيه كاميرا. الكاميرا دي الناس بتستعملها ازاي؟ بتصور صور عاديه. ايه رايكم ان احنا ممكن نعمل حاجات كتير قوي بالكاميرات غير الصور العاديه؟ حابين تشوفوا النهارده مع بعض ممكن نعمل ايه بالكاميرات دي؟ تعالوا اوريكم. ودلوقتي هوريكم مود في الكاميرا اسمه بانوراما مود. ده لو حبينا ناخد كذا صوره مع بعض، هنقلب في المودز كده كلها، هتلاقي هنا مثلا مكتوب، هو مكتوب بانو مود، وهتلاقي في سهم طالع لك اللي هو يمين او شمال على حسب انت هتصورها ازاي. هنبتدي زي مثلا انا اخدها من الشمال كده زي ما انا هعمل دلوقتي، ابتدي اصور، ماشي ايدك بالراحه كده، تفضل ماشي ايدك كده بالراحه، بما اننا على طول قاعدين في العربيات ومزنوقين في الزحمه زي كل المصريين، ممكن نعمل برضه نعمل حاجه لطيفه بالموبايل. تعالوا نلعب تاني، نفتح الكاميرا ونطلع تاني بانوراما مود. تعالوا نشوف بقى لو اتحركنا كده واحنا ماشيين بالعربيه بالراحه وصورنا بانوراما مود ممكن نطلع ايه. دلوقتي لو عايز تصور حاجه بعيده، طبعا انا عارف ان اغلب الموبايلات فيها زوم، بس احنا دلوقتي عايزين نصور حاجه بعيده وعايز اجيبها كويس قوي،
في حاجه اسمها الباينوكلرز او النظاره المكبره اللي موجوده عند ناس كتير قوي في البيوت وما عادتش الناس بتستخدمها قوي. طب تعالوا نشوف احنا ازاي ممكن نستخدمها مع الموبايل عشان اصور حاجه بعيده. دلوقتي انا ورايا في علم مصر بعيد قوي، انا عايز اجيبه دلوقتي واصوره صوره بالموبايل وباستخدام النظاره المكبره. يلا نشوف نعمل ده ازاي. حركة تانية ممكن نستخدم فيها كاميرا الموبايل لو عايز اصور بورتري. يعني ايه بورتري؟ يعني صورة لغاية هنا للوش كده. ممكن استخدم ايه؟ عايز دلوقتي انا استخدم اشعة الشمس اللي طالعة موجودة في كل حتة وبحاجة موجودة عندنا كلنا في العربيات اللي هي ايه؟ اللي هي شمس العربية. ممكن استخدمها كريفلكتور، يعني ايه؟ عشان تنور. ولو لكم تعالوا نشوف احسن. في فكرة كمان ممكن نعملها بالموبايل، لو عندنا أي حاجة فيها مية، بحر بقى، بسين، بحيرة صغيرة، محتاجين إيه؟ محتاجين كوباية إزاز فاضية والموبايل. هنعمل إيه؟ هحط الموبايل بالعكس كده تحت بحيث إن الكاميرا تبقى هي اللي تحت، وابتدي أنزل الكوباية في المية لغاية ما العدسة بتاعت الكاميرا تبقى تحت. دي هتعمل إيه؟ هتعمل عندي حاجة في الفور جراوند اللي هو الحتة الأمامية في الصورة. تعالوا نشوف كده مع بعض. بما اننا اعتبرنا الموبايل كاميرا، كمان كل كاميرا بيبقى ليها حامل او ترايبود. ده هيسهل لي ايه؟ ده هيسهل لي حاجه كتير قوي في استخدامي للكاميرا. بمعنى اصح ان انا ممكن اخد مثلا سيلفي من بعيد وهي ثابته باستخدام ايه؟ باستخدام السماعه. طب حامل الترايبود ده ازاي؟ ده حاجات موجوده عاديه عندنا في البيت كلنا. فرخ كرتون، مسطره، قلم جاف، قطر، وطبعا الموبايل والسماعه. تعالوا نشوف ممكن نعمل ده ازاي مع بعض. دلوقتي بعد ما خلصنا الترايبود تعالوا اوريكم ممكن نستخدمه ازاي. دلوقتي هحط الموبايل على الترايبود وبعيد عني اهو، وممكن استخدم السماعه بدل السيلفي ستيك فاخد سيلفي بكل بساطه. يا رب الافكار الجديده دي تكون عجبتكم، كلها حاجات موجوده عندنا في البيوت نقدر نستخدمها مع اي سمارت فون عشان نطلع صور شكلها مختلف جدا. جربوها وقولوا لي رايكم وابعتوا لنا الصور، مستني اتفرج عليها. يلا اشوفكم في فقره ثانيه ان شاء الله. شوفوا اكيد لمروان بفقره ثانيه وراح بتشوفوا مباشره من داخل الاستوديو. مساء الخير مروان. مساء النور يا رب. يعطيك الف عافيه على هالتقرير كثير حلو. ربنا يخليك. بعرف اخذ معكم وقت وتحضير وشغل، ولكن الايفكتس كانوا كثير حلوين والتبس حلوين حتى كل الناس تقدر تستخدمها بهواتفهم الذكيه، بنقدر نصور بطريقه احترافيه. بالضبط، هي دي كانت الفكره باختصار، ان احنا عايزين يعني كل الناس دلوقتي معاها سمارت فونز، والكاميرا دي ممكن نخليها انها تبقى كاميرا كانها حاجه بروفيشنال. فاحنا عملناهم بوينتس، يعني كده لو راجع حتى البوينتس اللي احنا قلناها في التقرير اللي هو البانوراما افكت. بانوراما افكت دي ده افكت اوريدي موجود في كل الكاميرات بكل. بس يعني كل سمارت فونز، بس هتلاقي مكتوب مثلا هنا بانو افكت، هنا بانوراما افكت، على حسب التليفون ونوع التليفون اللي معاكي. وبعدين بس بتعرفي ازاي تستخدميها. لو عايز الشخص مثلا يتصور هو في نفس المنظر قاعد واقف مش عارف ايه 4-5 مرات، هو بس بيطلع من الكادر ويخش تاني، يفضل يحرك الكاميرا بالراحه، حد بيصور والتاني يطلع ويخش من الكادر زي ما احنا عملناها كده مثل اول لقطه شفناها. بالظبط كده. وبعدين برضو لو عايز مثلا البانوراما افكت دي ممكن اعملها واحنا في العربيه زي ما عملناها برضو كده، اللي هو انا ماشي وعايز اخد مثلا الشارع وعربيات وكده، هتلاقي الصوره طالعه بالطول كلها. فدي بتبقى ظريفه قوي، بتطلع صور دمها خفيف جدا اصلا. انا عجبتني تبعيه البول كمان. البول كمان، البول ده بقى كنا عاملين لو انت عايز تعملي افكت في الفور جراوند بتاع الصوره. يعني البول ده ممكن لعب بقى فظيع، ان انت اي حاجه فيها بركه فيها ميه، شويه ميه متجمعين، اي حاجه هنحط بس الموبايل في كوبايه، عشان الناس كانت فاكره ان احنا بنحط الموبايل في الميه. الموبايل مش هنحطه في الميه، صحيح في موبايلات دلوقتي بس حتى لو كانوا للووتر ريزيستنت ما بنسترجع بقى. فتخيلي بقى لو هو مش ووتر ريزيستنت اصلا. فاحنا بنحطه دلوقتي، بنحطه في كوبايه وبننزله بس بحيث ان اللينس بتاعت الكاميرا، عشان كده بنقلب الموبايل بنحطه بالعكس. اللينس بتاعت الموبايل هي الكاميرا بتاعت الموبايل هي اللي تبقى تحت، فبتبقى الايفكت على الميه طالع في الاول الصوره. ممتاز. يعني الصوره زي ما شفناها في التقرير كانت طالعه حلوه قوي. وفي مثلا البورتري، بورتري ده عشان برضو الناس ما اللي مش عارفين بورتري اللي هي الصوره اللي هي من هنا لهنا تقريبا. اللي هو بس لغايه تحت الرقبه كده.
احنا ممكن نستخدم حاجات تعمل ريفلكشن عشان تنوري الوش وتنوري العينين بحيث انها بتدي شكل احلى كتير. فاحنا مثلا هنا في التقرير استخدمت حاجه موجوده عند كل الناس عندها عربيات اللي هي الشماسه بتاعت العربيه، تقدر تستخدمها للتصوير بالظبط كده. طب في بعض الابلكيشنز مروان اللي بتوفرنا هيدا الشيء، بتعطينا نفس الامكانيه ولا لا هدول التيبس بيعطونا اذا بدك نتيجه افضل؟ في افكت بتتحط على 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 الموبايل نفسها ممكن تلعبي في الصوره بعد ما تتعمل، بس انا بتكلم ان احنا كمان كبشكل ايه بروفيشنال اكتر. يعني انت لما بتروح حد مثلا بيروح يتصور مثلا بيعمل فوتو سيشن فوتو سيشن بينور لك وشك ويحط اضاءه وكده، لكن انت ممكن تستخدمي الشمس اللي هي موجوده والشمس العربيه دي بشكل بسيط جدا. وفي يمكن كمان احنا عملنا مثلا شكل مثلا للترايبود، ترايبود بقى اللي هو ده حوار والناس عشان تعملوا يعني عشان تحطي الموبايل وتثبتيه عشان يصور، احنا عملناه بفرخ كرتون زي اللي احنا مثلا ماسكينه ده ومقص وعملنا الاشكال وركبناه وبقينا بنقدر نحط الموبايل. وعملنا بقى حاجه ظريفه قوي ان احنا عملنا حاجه بدل السيلفي ستيك، السيلفي ستيك اللي موجود دلوقتي حد مثلا ما عندوش سيلفي ستيك وعايز يصور سيلفي، بس مشكله السيلفي دايما ان الصور تبقى قريبه على مسافه ايدك طول ايدك بس، فانا عايز اعمل الصوره من بعيد. تعمل احنا حاطين بقى الموبايل على الترايبود ده واستخدمنا السماعه بتاعه الموبايل نفسها، انت يعني بيبعد هو بالسماعه بدل السيلفي ستيك دي ويصور، بيدوس حتى بالزرار اللي هو هتلاقي في السماعه بتاع الفوليوم بلس وماينس اللي بيصور هو البلس عشان أوكي. الناس تبقى عارفه عشان دي ما قلتهاش في التقرير يعني. فدي مثلا الحاجات. وفي الزوم، الزوم بتاع الكاميرا، كل كاميرات دلوقتي الموبايلات فيها زوم، بس احنا ممكن نعمل زوم اكتر. يعني يمكن في اصلا دلوقتي مثلا بيتباع لانس زي اللي احنا شايفينها دي، دي بتتحط بتركب على كاميرا الموبايل سواء الكاميرا القدامانيه او هيدي. لشو استخدامها تحديدا؟ دي عشان لو عايز تعملي زوم اكتر من الزوم بتاع كاميرا الموبايل اصلا. يعني انت كل برده موبايل ليه امكانيه معينه، فلو انا عايز اعمل زوم اكتر من الزوم اللي هو موجود اصلا على كاميرا الموبايل، طب انا معيش بتعطيك كواليتي افضل لانه عاده بس قرب كتير بالصوره وزوم بيعطيك هيك شوائب شوي. بالظبط. احنا عملنا فكره لطيفه ان انا مش شرط اجيب لانس زي دي، انا ممكن عندي باينوكلرز في البيت اللي هي النضاره المكبره دي موجوده عند ناس كتير قوي في البيوت، فمبقاش حد بيستخدمها قوي، لكن لو انا حطيتها على الموبايل تخيلي بقى بتطلع الصوره عامله ازاي، بتطلع لك الحاجات البعيده جدا، فبقيتي معاكي الكاميرا بقى كانها حاجه بروفيشنال جدا. فهو ده يعني اللعب في الكلام في يعني عنا ست افكتس مظبوط شفناهم بالتقرير ممكن البانوراما افكت ممكن استخدمناها مرتين والبقيه الافكتس اللي عملناها ممتازين وشغلات سهله وعمليه بس بدها مثل ما بيقولوا براكتس شوي بعدين بصير واحد بيشتغل فيها بطريقه سريعه. وممكن نقعد احنا لو قعدنا كمان لعبنا ممكن هنطلع كمان افكار ثانيه يعني انت هذا ملعبك بكل احوال. احنا نقعد نلعب كلهم صاروا يعرفوا انه مروان عنده غرام وعشق للتصوير. غرام وعشق للتصوير بتحب كثير والسيلفي السيلفي ستيك. هلا انا شايفه مجموعه من الادوات اللي بنقدر نستخدمها. كان عندي فكره من النهارده ان احنا نتكلم ان في ناس كثيره فاكره ان احنا الموبايلات ده هو الموبايل ده بس برد بقول الو، لكن احنا يا جماعه الموبايلات دي فيها استخدامات كتير جدا لدرجه ان احنا في استخدامات وانا بحضر النهارده الحلقه في استخدامات احنا مش واخدين بالنا ان هي حاجه غريبه. مظبوط. او ممكن نستعملها بحياتنا اليوميه وتكون ذو منفعه. بالظبط. يعني خليني اقول لك حاجه مثلا استخدام احنا كلنا عندنا موبايلات وكلنا بنستخدمه طبعا طول النهار بس احنا مش واخدين ان هو باله ان هو كان اوبشن خطير ما كانش موجود زمان، الفون بوك اصلا. انت زمان عشان كنت بتكلمي في تليفون البيكم بتعملي ايه؟ كان في نوته تليفونات كده جنبك وعلى الرقم. الحرف والحرف وتطلعي الرقم وتطلعي الاسم لا فتخيلي انت لو الموبايل ده ما كانش فيه فون بوك ما كنتيش بتسجلي، كنا لسه احنا برده ماشيين كل واحد معاه التليفون في جيبه والنوته بقى في الجيب الثاني، فكان فالفون بوك ده نفسه بقى مؤثر جدا. انت بقيتي ماشيه وسافرتي في اي حته في العالم معاكي كل الليسته معارفك تقدري بسهوله توصلي لهم. فدي مثلا اول حاجه لفتت نظري مثلا. انا كمان بشوف الكالكوليتر لها كثير اهميه بالموبايل. ده انا كاتبها اهو. شفتي الورقه؟ لا ما عم بنقول عنك شاطره ذكيه لماحه. الكالكوليتر اصلا طبعا ده من اهم الحاجات لان في ناس كمان شغلها كله معتمد على الكالكوليتر، فانت يعني بيبقى مثلا شغال في بنك عايز يحسب، قاعدين في ريستورانت عايز احسب الحاجات بتاعتي، سهله جدا ان الواحد دلوقتي بقى يطلع كالكوليتر. انت تخيلي زمان لما نرجع برضو زمان قبل الموبايلات كانت ازاي، الكالكوليتر ده كان حوار ولا حد لو راح مثلا بلاش نعد على اصابعنا. ولا ولو كمان دلوقتي عايز اقول لك حاجه، ده كالكوليتر ممكن كمان الناس في المدرسه او في الكليه بيستخدموه مع الموبايل. كان زمان لازم نشتري كالكوليتر ونسيت الكالكوليتر في البيت وكده ونتخصم من درجاتنا. هذا ما يشوفك الاستاذ. هاي بالظبط. كمان في حاجه الموبايل احنا في حاجه لطيفه طبعا اللي احنا دلوقتي بنستخدمه كتورش لايت كبطاريه بتنور لي
يعني انت دلوقتي الفلاش اللي بتاع الكاميرا ده بقى دلوقتي في يعني في موبايلات اه في الاوبشن موجود ان انت تنوريه تستخدميه كتورش لايت، النور قطع زي ما النور بيقطع كتير قوي دلوقتي نقدر نحن او رجع بالليل متاخر رجع بالليل متاخر مش عايز تحط المفتاح تقشع بالظبط. فانت زمان ده برده ما كانش اوبشن انت عشان تورش لايت ده برده كان حوار. فانت دلوقتي وفي العلم كمان الموبايلات اللي هي ما عليهاش اصلا اوبشن تورش لايت ده ممكن انزل الابلكيشن اللي تحولي الفلاش ده لتورش لايت. اوكي. في طبعا الريكوردر ريكوردر انا قاعد دلوقتي مثلا ما يعني يمكن لسه مثلا كنت انا بعمل انترفيو مع صحفي وكان بيعمل معاكي لقيت انا زمان كانوا بيطلعوا برده ريكوردر وشرايط وكده دلوقتي عمل بالموبايل خد كل الانترفيو بالموبايل فبقيت انت فيك تسجل محادثه خفيه ده ممكن تسجلي محادثات ممكن نبص لها من ناحيه ممكن في طلبه ممكن تسجل محاضرات بتاعتها في حد في درس خصوصي ممكن يسجل الدرس الخصوصي في الفصل وفي لها مساحه صح يعني من الوقت ليكي مساحه تقريبا بتبقى ساعه ولو خلصت ممكن تعملي تاني من الاول فما فيش مشكله حسب طبعا الميموري كارت الميموري الموجود بالموبايل. في طبعا لطيف كمان الوذر درجة الحرارة أنا مسافر من حتة لحتة وعايز أعرف إن هوصل مثلا يوم الثلاث فعايز أعرف مثلا في بيروت الوذر عامل إزاي يوم الثلاث ومش بس كده أنت الوذر ده بقى بيقعد يتقسم معاكي بالساعة وبالأيام يعني ممكن تعرفي كل الديتيلز اللي عايزة تعرفيها عن الوذر. في شيء تعرف وين طريقي وكيف رح اتجول ببيروت ولا لا؟ ممكن نطلع دلوقتي كلها عندك المعلومات حسيتك كل المعلومات ما بقول لك على الموبايل ده لو قعدنا بس نلعب فيه كده هتطلع كل حاجه عالم بحسيته. طيب مروان انا شايفه مجموعه من الادوات قدامنا خلي قبل ما يخلص وقتنا نحكي مثلا السماعات لشو السماعه دي عشان احنا ممكن نستخدمه كمان ده دلوقتي ممكن دي مثلا نستخدمها في الجيم لان دي السماعه دي بتتوصل على الموبايل ببلوتوث فبقدر احط مثلا الموبايل قدامي مثلا على تريد ميل او حتى لو بعيد عني شويه وشغال الاغاني بلوتوث. الموضوع بسيط جدا ما بقاش بقى محتاج اسلاك واحط السلك وتشانكل في السلك والكلام ده كله خاصه الناس اللي بتلعب رياضه يعني دي بالذات دي مثلا مفيده جدا. وكمان لو انا مثلا في البيت او في مكان عايز اسمع موسيقى قاعد في حته مثلا ممكن اوصل السبيكرز دي بكل بساطه جدا متوصل كانها بدل تحط في مكان اللي هو الهيدفون وبتعطي الصوت بشكل طبعا دي السيلفي ستيك اكيد الناس خلاص عارفوها. السيلفي ستيك على فكره في منها انواع يعني في سيلفي ستيك مثلا دي بتوصل بالكيبل وفي سيلفي ستيك مثلا ببلوتوث وفي سيلفي ستيك ما بيبقى بس من بعيد ممكن ما فيهاش صوره بتظبطي التايمر بتاع الموبايل بس هي مشكلتها وقت انه في مسافه معينه فيها مشان هيك اخترعت الفكره بالتقرير شوف الثانيه شوفي افكارنا برضو طلعت افكار جميله صح. كمان ممكن نقول على الموبايل ان انت عندك الفيديو كول. الفيديو كول ده اوبشن لطيف قوي في الموبايل دلوقتي لو انت حد بعيد بقى عنك وعايزه خاصه لو في بلد تانية وتقدري تكلميه صوت وصوره فده ما حدش يقدر يكذب بقى بس هلو انت فين. في منها كذا ابلكيشن يعني في منها كذا الايمو الفايبر كمان فينا نشوف صوره وفي مكالمات دلوقتي عاديه يعني شركات الموبايلات دلوقتي عملت ان انت مكالمه عاديه يعني مكالمه بتتحسب بسعر مختلف بس اصلا بتتصل عادي من غير بروجرام من غير حاجه فدي بقى بقول لك ما بقاش حد يقدر يكذب اللي هو انت فين انا في الطريق لا انت مش في الطريق انت في البيت افتح الفيديو انت لسه نايم. اوكي غير الفيديو كول في ناس بتستخدمه طبعا فيديو شوتينج بدل بقى كاميرا الكاميرا بتاعت الفيديو بتاعت زمان المصورين بتوع الافراح انت دلوقتي بتاخدي فيديوز في كل حته والفيديوز بقى بتنزل انت في فرح بتصوري فيديو في حفله بتلاقي الناس كلها ماسكه بتصور المطرب وهو بيغني فده برضو اوبشن حلو قوي في الموبايلات. في ناس بتستخدمه في الشغل بقى كبرزنتيشنز انا عايز اوري لحد برزنتيشن شغل فجاه الموبايل ده قلب كانه كمبيوتر لابتوب بالظبط طلعت البرزنتيشن وزي مثلا ما يمكن الموبايل ده مثلا كمان بالقلم فبتلاقي انت ممكن حد يقعد يوري برزنتيشن نص ساعه مثلا على الموبايل يعني عالم بحد ذاته صار بيختصر عده ادوات الموبايل. ختاما مروان في شيء بعد نضيفه ممكن نقول ما كان في لسه شويه حاجات تانية بس ممكن نقول ممكن نقول ان في الالارم طبعا ده برضو بدل المنبه كان بيحط يعني شفتي دلوقتي كام حاجه زمان كانت عندنا كله موجود بهالتليفون الالارم ده الالارم ومش بس الالارم ده انت كمان الالارم ده الساعه فيها كمان تعرفي توقيتات فرق التوقيتات بينك وبين البلد اللي انت رايحاها وريمايندر كمان وريمايندرز ونوتس وفي جيمز
وفي حاجات كتيره ممكن كنا لسه نقعد نتكلم عليها، بس باختصار شديد ان احنا كل ما نقعد نطلع من الموبايل ده حاجات هنطلع حاجات كتير جدا. يعني دلوقتي الواحد بقى يعني فعلا اللي هو يعني لو رجعنا مثلا اللي هو 10 سنين فكرنا دلوقتي هتلاقي ان احنا اخترعنا حاجه جمعت ولا يمكن 20 30 40 حاجه صح. حطناهم في حته واحده صح. وبالعكس احنا عم نشوف انه دايما بتطور سريع وفي اضافات وفي منافسه كبرى اذا بدك بين الشركات الكبرى دايما لتقديم بالزبط. الافضل ولحتى المستهلك يصير اذا بدك يشتري اكثر ويصير في اغراءات كل شويه ينزل لك حاجه جديده عشان تروح تشتري تشتري والاجد على طول تلاقي بعدين في شهرين نزل يعني. المهم انه عم بتوفر لنا مثل ما بيقولوا حياه وتسهلنا اياها بشكل ألز من ما كان عليه سابقا. مروان بدي اقول لك شكرا كثير لك. شكرا ليكي. وانا عايز اطلب حاجه بس من الناس اللي بتتفرج علينا، انه بعد ما اتفرجتوا على التقرير ده انا عايزكم تتصوروا وتعملوا الحاجات اللي احنا عملناها دي وتبعتوها لنا على البيج بتاع الكلام في سرك بتاعت البرنامج عشان نشوف ان انتوا برضو عملتوا واستفدتوا فعلا من الحاجات دي وخليتوا كاميرات موبايلكم كاميرات بروفيشنال. ومش ضروري كل الايفكتس، لو اختاروا ايفكت واحد ايفكت واحد هيدا بيوفي بالغرض. شكرا كثير لك مروان، يعطيك الف عافيه. ومشاهدينا هذه كانت حلقتنا لليله، بتمنى انها تكون نالت اعجابكم مع كل المواضيع المطروحه. يا رب دايما نستقبل الغضب ونستبدله بالابتسامه، وخلينا نبتسم دائما علشان الصوره تطلع حلوه.